صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا بنتي وصباح الفل على حضراتكم جميعا. في الحقيقة احنا لسه بنعيش أجواء شهر النصر، شهر النصر، ذكرى نصر أكتوبر العظيم، المناسبة اللي هتفضل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث. النصر ده مش مجرد حدث تاريخي ولكن أيضا مصدر إلهام لينا في كل وقت. امبارح تابعنا احتفاليه اتحاد القبائل العربيه اللي كانت في الساده العاصمه الاداريه بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. والحقيقه احتفالات اكتوبر الواحد بيبص لها ان هي مش بس احتفاليه، دي تجسيد لاراده الشعب المصري وعبقريته، لان النصر ده بيمثل روح التحدي والصمود. وكلمه السيد الرئيس في الاحتفاليه دي كالعاده كانت قويه وكانت بتحمل عدد من الرسائل والمعاني. وكعاده السيد الرئيس ان هو اكد ان الشعب المصري قادر ان هو يواجه هاي الصعوبات، علشان كده الذكريات دي لازم تفضل حية في وجداننا. طبعا الرئيس السيسي كمان وجه كلمة للشعب المصري وقال إن الإرادة الشعبية هي المحرك الرئيسي لتحقيق الإنجازات. ده معناه إن كل واحد فينا عنده دور وليه دور منوط بيه، لازم نكون كلنا إيد واحدة لمواجهة التحديات. كمان لفت نظري جدا توجيه سيادة الرئيس بإنشاء حي في سيناء باسم الحاجة فرحانة، ده طبعا تكريم لواحدة من الشخصيات اللي لعبت دور كبير في دعم الوطن. دولة فعلا قدمت لمسة وفاء بأنها مش بتنسى أي حد بيساهم في رفعة الوطن. ده الحقيقة أيضا بيعكس أهمية الفن والثقافة، لأن الرئيس احتفى بالفنانين والشخصيات العامة اللي شاركوا في هذه الاحتفالية. الفن ليه دور كبير في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الوعي المجتمعي من الناس. كمان من ضمن الرسائل اللي الواحد بيشوفها بشكل غير مباشر أن وجود شخصيات من مختلف الأحزاب السياسية والكيانات الشبابية في الاحتفالية ليه معنى كبير، ليه معنى بيظهر وحدة الشعب المصري والتفافه حول هذا النصر، وده شيء لازم نتمسك بيه ونحافظ عليه. يمكن عايزين نتكلم في نقطة أنه لازم نستمد روح أكتوبر ونفضل نبني بلدنا ونفضل نستمر في الشغل ونفضل نستمر في العمل عشان نعرف نحقق مستقبل أفضل لأولادنا، خصوصا أن احنا بجد، ودي حاجة ما بيختلفش عليها اتنين، احنا شعب مكافح، شعب عظيم، شعب قادر أن هو يتخطى أي عقبة بتواجهه، وده اللي قاله امبارح الرئيس السيسي. مهم جدا ان احنا نكون عارفين ان النصر ما جاش بالصدفه، لكن جه نتيجه تعب وجه نتيجه جهد كبير من كل واحد مصري التزم بمكانه وقدم اقصى ما يستطيع في مكانه. نصبح على حضراتكم، صباحكم كل خير ورزق، صباح الخير يا مصر. دلوقتي خلينا نصبح على رجائي رمزي ونتعرف منه على احوال الطقس في القاهره والمحافظات. يا رجائي صباح الفل عليك. صباح الخير وصباح البركه عليكم منا ومصطفى. صباح الفل عليكم. صباح الفل. خلونا نستعرض مع حضراتكم في جوله سريعه احوال الطقس. النهارده بتتوقع هيئه الارصاد الجويه ان يكون الطقس النهارده مائل للبروده في الليل وكمان في فتره الصباح الباكر، مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. درجة الحرارة النهاردة العظمى في القاهرة هتكون 29 درجة، جو جميل جو معتدل، والصغرى هتكون 18 درجة. أقل درجة هتكون في مطروح و26 درجة، أيضا أسوان العظمى فيها 33 درجة. أكيد هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد قليل.
اهلا بحضراتكم. الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالية اتحاد القبائل العربية بمناسبة نصر اكتوبر اكد على ان الشعب المصري رفض الهزيمة وتحدى الصعاب واصر على الانتصار الغالي في حرب اكتوبر 1973. الرئيس السيسي قال ايضا ان مصر لا تنسى اولادها اللي ضحوا عشانها، وان حكاية اكتوبر هي حكاية ملهمة ولا تنتهي، وان النصر اللي تحقق ما كانش نصر بسيط، لا ده نصر وراء إرادة شعب كامل، شعب رفض الهزيمة وتحدى نفسه وتحدى ظروفه وتحدى التحدي نفسه. خلوني في البداية أرحب بكم جميعا من كل المحافظات من كل حتة في مصر، وخليني أقول إن المناسبة مناسبة 51 عام 51 سنة على نصر أكتوبر مناسبة هتفضل دايما خالدة في وجداننا. واسمحوا لي أقول لكم إن أنا بشكر كل من ساهم في هذه الاحتفالية بصراحة، سواء كان منظمات المجتمع المدني أو اتحاد القبائل أو كل الناس اللي شاركت من المحافظات، وأنا بشكركم اللي هم الشباب والشابات وكل من حضر معانا النهاردة في الاستاد النهاردة، بشكركم. ونوجه التحية لكل شعب مصر بمناسبة الاحتفالية دي. طبعا طبعا لازم تفرحوا، وانا عايز اقول لكم ان حكاية اكتوبر حكاية ملهمة ما بتنتهيش، والنصر اللي تحقق ده ما كانش نصر بسيط، ده كان نصر وراه إرادة شعب كامل، إرادة شعب كامل رفض الهزيمة وتحدى نفسه وتحدى ظروفه، وعايز أقول لكم تحدى التحدي نفسه، تحدى التحدي نفسه. أنا عايز أقول لكم اللي أنتوا بتشوفوه دلوقتي ومن غير تفسير كتير وتوضيح كتير، كان تقريبا ده الظروف اللي احنا بنعيشها بعد 67 في مصر، وكان كل الناس العالم والخبراء والمهتمين بالمواضيع العسكرية والتحديات اللي كانت بتجابها الدولة المصرية في الوقت ده خاصة على الصعيد العسكري ده، كانوا بيقولوا ان مستحيل خط بارليف، منع قناة السويس، التفوق الكبير، المقارنة اللي كانت مش في صالحنا، كله كان بيقول ان مفيش فرصة نجاح، لكن الشعب المصري زي ما بقولكوا كده رفض ده وأصر وتحدى نفسه وحقق الانتصار، وعشان كده الانتصار ده غالي قوي والدفع فيه كتير من دماء شبابنا، دماء المصريين، وأيضا السلام الدفع فيه كتير قوي، على رأسه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، دفع فيه كتير، دفع فيه حياته ودمه عشان فكرة كانت سابقة وقتها وعصرها. طب احنا دلوقتي في تحديات قدامنا أكيد، لكن بنفس الروح ونفس الإرادة والإصرار، وزي ما نجحنا رغم ظروفنا الصعبة وقتها، لازم تكونوا متأكدين يا مصريين إن إحنا برضو بفضل الله سبحانه وتعالى، وبقول بفضل الله سبحانه وتعالى وبالعمل وبالإصرار وبالمتابعة هنعبر كل تحدي قدام مننا، ونصل بفضل الله سبحانه وتعالى إلى كل اللي احنا بنتمناه مع بعضنا. الحكايات الثمانية اللي جت النهاردة حكايات لبيوت بسيطة لناس بساط جدا، موجودة الحكايات دي في كل بيت مصري بيسعى من أجل حياة أولاده حياة أسرته في ظروف صعبة، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى هنتغلب على ظروفنا ديت ونحقق كل اللي احنا بنتمناه. مش هنسى ان انا عايز اشوف انس
اللاعب بتاع أسوان، ومش هنسى إن أنا أقول إن الحاجة فرحانة لازم نعمل لها حاجة باسمها في سينا وفي مصر، في سينا وفي مصر. الحاجة فرحانة الست العظيمة اللي نموذج للمصرية للبدوية للعربية للسينوية في وقت صعب جدا جدا كانت بتقدم، والنهاردة ربنا يا رب يديها العمر والصحة، بنقول لها متشكرين، وأرجو إن احنا نوجه لها التحية كلنا لو سمحت. في سينا نعمل حي باسم الحاجة فرحانة عشان نفتكر ودايما نبقى مش هقول فاكرين الجميل. في ناس كتير قدمت كتير قوي لمصر في كل الأوقات وفي كل العصور، لكن فرصة النموذج اللي موجود في الحاجة فرحانة ونعمل حاجة أيضا في القاهرة، يعني محور أو حاجة رئيسية كده، برضه نقول للمصريين اللي في القاهرة شوفوا أهلنا اللي في سيناء عملوا إيه. مش هنسى أبدا إن أنا أوجه أيضا التحية لكل اللي ساهموا في الاحتفالية دي من الفنانين، وأخص هنا بالذكر الفنان محمد منير، وأرجو إن إحنا أيضا نشكره على مساهمته وعلى إصراره على إنه يكون متواجد معانا، يعني ربنا يديله الصحة. مرة تانية كل سنة وانتم طيبين، كل الشكر ليكم على اللي ساهم وعمل وجاهد معانا واجتهد في انه يخرج الاحتفالية دي اللي فرحتنا كلنا، شكرا جزيلا. وخلال احتفالية اتحاد القبائل العربية واللي حضرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم قصير اتكلم عن سيناء وعن تطهيرها من الإرهابيين، وكمان ايضا تناول مسيرة لسيدة مجاهدة ومناضلة من سيناء وهي السيدة فرحانة اللي حفرت اسمها في التاريخ بجانب سيدات عظيمات أخريات وعظماء أيضا من أهالي سيناء اللي تولوا عملية جمع المعلومات وتتبع خطوات العدو ومراقبته أثناء حرب السنوات الست. مش بس مراقبته، مش بس تتبع خطوات العدو، لا كمان كان في عمليات فدائية قام بيها المصريين والمصريات ضد العدو في أرض سيناء الحبيبة، بداية من الأنطرة شرق والغاية رفح. تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للحاجة فرحانة في الاحتفال بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة شيء يسعدنا كلنا ويفرحنا كلنا. خلينا نتابع. كل قبائل سيناء أبطال، سيناء من فضل الله كلها أبطال، وأنا لي الشرف أكون واحد منهم. كل قبائل سيناء اشتركت في مقاومة قوى الشر. التكاتف هذا بين قبائل سيناء والقوات المسلحة من قديم الزمان. هو دورها الأساسي كان بتوصيل المعلومات السرية اللي بتاخدها من المجاهدين وتنقلها للقوات المسلحة، تخبيها في هدومها وبتطرز عليها بالإبر. بنفتقدها ان بتقعد بالشهرين بالثلاثة ما بنشوفهاش. صوابع رجليها كانت سود من المشي على الرمال وهي سخنة، كانت بتعمل تجلط في الدم. سينا كلها ابطال وانا واحدة منهم. انا كان سني في الوقت ده 13 سنة، وبدأنا الحكاية انهم كانوا عاوزين يصوروا مكان عشان مصر كانت عاوزة تضرب المكان ده، فطلع لي حاجة كده زي الكاميرا، بس قال لي خلي بالك الموضوع ده ولو حد عرف عنه هيبقى فيها موت. في الأول أبويا قال له آه، ولا فيش ما عنديش عندنا مشكلة لو العيال كلهم، إحنا كلنا في هذا الوطن. أنا والدي كان من المجاهدين، وإحنا جنبا إلى جنب القوات المسلحة، عارفين كل شبر في الأرض دي. إحنا لما بنلاقي المجموعة ماشية عناصر تكفيرية بنفضل ماشيين لما بنطلعهم زي الفيران. جمال شيء ثمين بالنسبة لابن البادية بمعنى. والإبل كان زمان اشتغل من خلال نقل المعدات العسكرية. سبقات الهجن رسالة واضحة وصريحة للعالم كله إن سيناء ومصر خالية من أي إرهاب. حيث تتسابق الأصايل أسماء اليوم أمن وأمان، وزي ما أنتم شايفين
تقام السباقات وتقام الأفراح والناس في فرح وسرور. الكلام كلام الناس وكلام الشارع إنه السيسي عمل طفرة في سيناء خاصة في مشروعات تنموية أقيمت وكانت سيناء محتاجاها من بدري. امبارح كمان خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية كان في لقطة مهمة جدا لما الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الطفل الأسواني أنس وسلم عليه، وده كان استجابة لطلبه اللي عبر فيه في فيلم تسجيلي اتعرض خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية. الفيلم بقى اتحكت فيه قصة حياته وموهبته في كرة القدم، وطلب في الفيلم ان هو يقابل الرئيس ويسلم عليه، وده اللي اتحقق فعلا. أصعب لحظة في حياتي أنا بلعب كورة، لما أجيب جون ببقى فرحانة وصحابي وبنحتفل وبنحضن بعض. أنا بحب ألعب كورة وبلعب كورة من وأنا عندي 4 سنين في نادي أسوان. مامتي بتمثل لي في حياتي كل شيء، بتقف تشجعني يلا يا أنس لعيب شاطر، تسندني وتديني الثقة. التربية مش أكل وشرب ونوم، التربية توجيه. سوي نفسي فرحة برضو عشان أرجي لها برضو وهي صاحبتي. هو لعب الكرة لي وقته والمذاكرة لها وقتها. عايز أكون لاعب مشهور وفي كلية الطب. إحنا قاعدين في مكان عدت عليه مراحل تطوير رهيبة جداً، اختلفت كل حاجة، بنية تحتية، مجمعات سكنية. أنا أول ما بدأت ألعب زي كل العيال بلعب في الطريق أو الشارع أو على الرملة، لكن بعد ما مراكز الشباب اتطورت ونادي أسوان اتطور بقيت أروح النادي كل يوم. أنا حلمي مش إني أقف عند نادي أسوان الرياضي، أنا حلمي إني ألبس قميص المنتخب وأدي مصر زي ما مصر ادتني. نفسي أبقى زي شيكابالا وصلاح، ذكي ومهاري ولعيب وأبقى مشهور والناس تحبني. واحد من أحلامي كمان إن أشوف الرئيس السيسي وأسلم عليه. أنا حسين عبد العظيم، عندي 12 سنة من النوبة. طيب إحنا معانا دلوقتي على التليفون والدة أنس حسين، لاعب فريق أشبال أسوان لكرة القدم، واللي يمكن هتكلمنا عن حكايته مع الفيلم التسجيلي وحكايته مع لعب الكرة وحكايته عن طلبه للقاء السيد الرئيس وإزاي يتحقق هذا الطلب. أهلا بحضرتك يا فندم، منورنا في صباح الخير يا مصر. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. سيدة دعاء المشير والدة أنس لاعب أشبال أسوان. أنس بيلعب في أشبال أسوان وطلع في فيلم تسجيلي وكان نفسه يقابل رئيس الجمهورية. كلميني الأول على قصة التطور اللي حصل في الملاعب في أسوان لغاية لما وصلت لهذا الشكل وقصة الفيلم التسجيلي. طبعا أنس من سن 4 سنين وهو يعني طبعا زي أي طفل بيلعب بكورة عادي جدا، فطبعا أول ما بدا يلعب في الشارع مع أصحابه وفي البيت مع أخواته تمام، بدأت الاحتكاكات بقى معايا خلال الأكبر منه في السن، يا ماما عايزة ألعب لعبني معاهم، يا ابني دول اكبر منك هيأذوك ممكن يخبطوك ما يسبوش. ايوه. فمن هنا ابتدت بقى ان انا اكتشف ان هو حابب، فابتديت انزل النادي، لقيت في اكاديميه في النادي، دخلنا اكاديميه النادي خاصه بنادي اسوان الرياضي من اول سنه، والحمد لله رب العالمين الكباتن حاطين عينهم يعني لفت نظرهم، ابتدوا يدوا الدعم النفسي، الكابتن حمدان حمدي حمدان والكابتن درديري والكابتن حازم، دول مديرين الاكاديميه لحد وقتنا هذا هو معاهم. أيوة. ابنهم. وقصه الفيلم طبعا هو جه اختيار ان حد بيلعب وشاطر وفي نفس الوقت في المدرسه شاطر وفي نفس الوقت في فريق نادي اسوان للسباحه الحمد لله رب العالمين. ف يعني الناس تم اختيارهم بناء على هذه الصفات يعني.
وطبعا الفيلم ده طبعا يعني ده كانت هبة من عند ربنا اختيارهم لي، وهو نجح في ان هو يثبت الموضوع ده، وتم تصوير الفيلم واحنا ما نعرفش اي حاجة على ان ممكن ان يحصل الحلم انس ويتحقق ويقابل معالي الرئيس. صورنا عادي جدا، وقصة طفل من الصعيد من الجنوب من أسوان عنده حلم زي أي طفل عادي جدا. أول حلم ليه إن هو يقابل سيادة الرئيس وإنه يبقى طالب وشاطر وكده، فالكلام كان حواري عادي جدا. يعني قصة إنه يتحقق ده بالنسبة لي أنا كمان كأم عادي، إيه المشكلة؟ الأحلام مفتوحة للناس كلها. فمجرد ما ابتدى يتظبط الفيلم، فلحد امبارح اول امبارح بالليل بس اللي قالوا لنا احتمال الرئيس احتمال يحقق له حلمه، احتمال احنا مش عارفين. وفعلا قعدنا، وبعد كده طبعا تاكيد معالي الرئيس بعد الفيلم، فوجئت ان بيقولوا له انت فين يا انس؟ الرئيس عايزك، احنا قاعدين في الاستاد. فخدوا انس بقى ومش عارفه هيقابله مش هيقابله، طبعا دي حاجات انا ما افهمش فيها. ففوجئت بقى ان هو ظهر على الشاشه ومعاه. ايوه. وانا طبعا جنب اخواته وقاعدين بنتفرج زي الناس، فده كان احساس لقطه انسانيه رهيبه من الرئيس السيسي، بالذات لما احتضن انس وسلم عليه وشفناه وهو بيطبطب عليه وعلى راسه. يعني لفتة بتأكد قد إيه ست الريس مهتم بتحقيق يعني أمال وأحلام الأطفال اللي هم مستقبل الغد. كل الشكر ليكي سيدة دعاء المشير والدة الطفل أنس حسين. خلينا نبدأ بأهم الأحداث كمان اللي حصلت امبارح مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اللي تفقد عدد من المشروعات الصناعية والخدمية بمحافظة السويس. امبارح برضو الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قام بجولة تفقدية لمشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى دارة، وده بحي عتاءة لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي للمشروع وتسليم عقود عدد من الوحدات السكنية للمستفيدين. أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تفقد امبارح عدد من المشروعات الصناعية والخدمية بمحافظة السويس، منها مجمع السويس الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، ومصنع شركة كنعوف الألمانية للألواح الجبسية والمنتجات الجبسية، ومصنع يونيفرسل للأساس القائم بالمنطقة الحرة في حي عتاقة، ومقر الشركة المصرية الألمانية للمضخات المتخصصة في إنتاج الطلمبات. أيضاً امبارح قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجولة تفقدية لمشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى دارة بحي عتاقة، وده لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي للمشروع وتسليم عقود عدد من الوحدات السكنية للمستفيدين. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه بيتم تنفيذ ما يزيد عن 13,000 وحدة سكنية في إطار مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بمحافظة السويس. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى النائب دوغلاس لامبورن عضو لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً، وده بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالمنطقة، فضلاً عن الجهود المتواصلة اللي بتبذلها الدولة المصرية مع مختلف القوى الدولية لتحقيق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتهدئة الأوضاع بالمنطقة، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية. أيضاً امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة الحالة الأمنية للمعابر والمنافذ الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. أيضاً قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على منفذ قسطة للبري للاطمئنان على سير العمل بالمنفذ وإجراءات التأمين المتبعة على مدار 24 ساعة، مشيداً بما يبذله حماة الجنوب من جهود وتضحيات لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها بكفاءة واقتدار. وحضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.
أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات المصرية. في الوادي الجديد تم توزيع 1700 كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة حياة كريمة. سماء الأقصر شهدت استمتاع 1650 سائح من حول العالم على متن 70 رحلة بالون طائر. وفي محافظة المنيا وصل إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية لحملة 100 يوم خلال سبتمبر الماضي 110465 خدمة. كمان أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية أنه تم تحصين 8397 شخص خلال شهر سبتمبر بلقاح الكبدي الفيروسي بي. خلينا نتابع التفاصيل. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. محافظة الوادي الجديد أعلنت توزيع 1700 كرتونة مواد غذائية ضمن جهود مبادرة حياة كريمة والحملة التنموية الشاملة إيد واحدة بالمحافظة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وده في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر استحقاقاً. شهدت محافظة الأقصر تحليق رحلات البالون الطائر غرب المحافظة بصورة طبيعية، وانطلقت في السماء 70 رحلة أقلت على متنها أكثر من 1650 سائح من حول العالم. وبتعتبر رحلات البالون الطائر اللي بيستمتع بها السائحون من حول العالم أهم الرحلات السياحية اللي بتجذب الجميع في البر الغربي، ومحافظة الأقصر بتحتل المركز الثالث عالمياً في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر. في سوهاج قدمت القافلة المتكاملة لنظمتها مؤسسة حياة كريمة تحت مظلة التحالف الوطني خدمتها الأهالي الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة في محافظة سوهاج، وقدمت الدعم للفئات الأولى بالرعاية من خلال تسليم 1500 كرتونة مواد غذائية واستخراج 200 بطاقة رقم قومي للسيدات، كما تم استهداف 200 ملف من ملفات الغارمات. في مطروح تمكنت فرق الطب البيطري من خلال حملات التحصين ضد الأمراض بالوحدات البيطرية وتسيير القوافل المناطق المستهدفة في مختلف أنحاء المحافظة من تحصين أكثر من 312 ألف رأس من الأغنام والماشية ضد الأمراض المختلفة بزيادة مضاعفة عن السنوات الماضية. أكدت محافظة أسوان أنها نجحت من خلال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في إدراك 90% من قرى المحافظة لمشروعات الصرف الصحي بنهاية المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية اللي جاءت لحل مشاكل القرى. أكدت مديرية الزراعة بالبحيرة توافر تقاوي القمح المعتمدة بمنافذ البيع التابعة للمديرية بمراكز المحافظة استعداداً لموسم زراعة القمح، والمستهدف زراعته من محصول القمح على مستوى المحافظة هذا العام بيبلغ 355 ألف دان. أعلنت محافظة المنيا أن إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية المجانية اللي قدمتها حملة 100 يوم صحة بالمحافظة خلال سبتمبر الماضي بلغ 110465 خدمة صحية بوحدات الرعاية الأساسية والمراكز الطبية طبية اللازمة للمواطنين. أكدت محافظة كفر الشيخ الدفع بأربع أتوبيسات و86 سيارة سيرفيس إضافية لنقل الطلاب والأهالي بمجمع مواقف سيارات الأجرة بالحمول خلال فترات الذروة لمنع الازدحام وحرصاً على سلامة ومستقبل الطلاب. أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية أنه تم تحصين 8397 مواطن خلال شهر سبتمبر بلقاح الكبد الفيروسي بي، وده بنسبة تغطية 89% فضلاً عن 7500 سجين من النزلاء الجدد باللقاح الكبد الفيروسي بي بنسبة تغطية 100%. مشاهدينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم باقي حلقاتنا. أهلا بكم، رجعنا لكم مرة ثانية إلى نشرة الأرصاد الجوية. بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن النهاردة يكون طقس مائل للبرودة في الليل وكمان في فترة الصباح الباكر، مائل للحرارة على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتور منار صباح الفل، أخبار الجو النهاردة؟ صباح الفل على حضرتك أستاذ رجائي، صباح الخير على كل السادة المشاهدين. احنا طبعا اليوم هنشهد استقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير، اعتدال في سرعات الرياح في معظم محافظات الجمهورية خاصة في فترات النهار، وده اللي هيشعرنا بالاستقرار في الأحوال الجوية. قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار تعتبر حول المعدل الطبيعي أو أعلى من المعدل بحوالي درجة،
لان العظمى على القاهره الكبرى اليوم متوقع ان هي تكون 29 درجه مئويه. ما زالت مصادر الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا كتل هوائيه شماليه قادمه من على البحر المتوسط من جنوب اوروبا، لكن هنلاحظ فترات النهار في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس، وده هيخلينا نحس في وقت الظهيره بالاجواء المائله للحراره الخريفيه في معظم المحافظات الشمالية من سواحلنا الشمالية للوجه البحري حتى محافظات شمال الصعيد. أجواء حارة في محافظات جنوب الصعيد ومناطق من جنوب سيناء، ده هيكون في فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة مع وجود أشعة الشمس. لكن فور غياب أشعة الشمس ورفضنا فترات الليل طبعا بيحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة. الانخفاض ده بيكون ملحوظ أكثر فترات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر. الأوقات دي قيمة درجة الحرارة الصغرى تنخفض بشكل كبير وبشكل ملحوظ. الأجواء بتكون أجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية، هلياها كمان في المدن الجديدة أو الأماكن المفتوحة بشكل كبير، أو حتى المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي زي محافظات شمال الصعيد. صغرى فترة الليل بتنخفض أحيانا ل 15 و 14 درجة مئوية، في فرق كبير في قيم درجات الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل، وفرق في الإحساس كمان، يعني مع وجود أشعة الشمس في دفء مع غياب أشعة الشمس في برودة. ولازم ناخد بالنا من فروق قيم درجات الحرارة بين فترات النهار وفترات الليل. وطبعا مع الاستقرار في الاحوال الجويه بتكون الظاهره الجويه المؤثره هي الشبوره المائيه. عندنا شبوره مائيه خفيفه فتره الصباح الباكر وساعات الليل المتاخر على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن هي ايضا شبوره مائيه خفيفه تتلاشى فور سطوع اشعه الشمس، مش هتاثر تماما على حركه المرور. ومع فتره المساء وساعات الليل هيكون في نشاط للرياح سرعته ما بين 30 35 كيلومتر على الساعة. وجود نشاط رياح في فترات المساء يساعد على تلطيف الأجواء ويساعد إن احنا نحس بانخفاض قيم درجات الحرارة. يمكن الأجواء الخريفية المستقرة دي متوقع إن هي تكمل معانا لحد يوم الأربعاء اللي جاي إن شاء الله، ما فيش اختلاف كبير في قيم درجات الحرارة. هتظل عظمى على القاهرة الكبرى من 28 ل 29 درجة مئوية خلال فترة النهار، لكن مع نهايات هذا الأسبوع إن شاء الله متوقع إن احنا نتأثر بمرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، فتبدا معانا فرص لسقوط الامطار، ويكون كمان في انخفاض بقيم درجات الحراره هيكون ملحوظ فتره النهار وفترات الليل. ده بعد يوم الاربعاء يا دكتوره؟ بعد يوم الاربعاء مع نهايات الاسبوع ومطلع الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. فعلى مدار هذا الاسبوع هيكون اسبوع مستقر، بس لازم ناخد بالنا من فروق قيم درجات الحراره والنوعيات الملابس. ناكد تاني على كل الساده المواطنين، مهم جدا خلال فترة الصباح الباكر الطلبة وهم رايحين المدارس، احنا واحنا رايحين اشغلنا فترات الصباح الباكر او حتى لو هنرجع فترات الليل المتأخر، الملابس لازم تكون ملابس خريفية. نتخلى تماما عن الملابس الصيفية، نتقل شوية عن الملابس الصيفية، معانا جاكيت واحنا خارجين، شال تجنبا لنزلات البرد، لان فترات الليل هتظل فيها البرودة قائمة يمكن لحد يمكن احنا بنقترب خلاص من نص تاني من فصل الخريف، الاجواء بتبقى اقرب للاجواء الشتوية، فما فيش تاني ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة، فبالتالي الاجواء الباردة هتظل معانا فترات. عظيم خد بالنا من نوعية الملابس تجنبا لنزلات البرد. القيادة طبعا تكون بهدوء في فترة الصباح الباكر مع وجود الشبورة المائية، ولازم نستمر طبعا في المتابعة الجيدة للنشرات الجوية لان احنا في الخريف. اكيد اكيد. اشكر شكرا جزيلا دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الارصاد الجوية، اشكر شكرا جزيلا. دلوقتي خلونا بقى نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في محافظات ومدن مصر، جمهورية مصر العربية. نبدأ بالقاهرة العظمى فيها 29، الصغرى فيها 18، العاصمة الإدارية العظمى فيها 29، الصغرى فيها 17، الإسكندرية العظمى فيها 27 والصغرى هتكون 20، أما العالمين العظمى فيها هتكون 27 الصغرى 20، مطروح العظمى فيها 27 والصغرى فيها 21، دمياط العظمى فيها 27 والصغرى 21، بور سعيد العظمى فيها 27 والصغرى 23، أما الإسماعيلية العظمى فيها هتكون 30 والصغرى 17، السويس العظمى فيها 30 والصغرى 19، العريش 28 15، كاترين 23 4، أما طابة العظمى فيها هتكون 27 والصغرى 16، حلايب العظمى فيها 30 والصغرى 22، أما الشلاتين العظمى فيها هتكون 32 والصغرى 23، شرم الشيخ العظمى فيها هتكون 31 والصغرى 22، الغردقة العظمى فيها 32 أما الصغرى هتكون 20، محافظة الفيوم العظمى فيها هتكون 29 والصغرى 15، بني سويف العظمى فيها 29 الصغرى فيها 15، الوادي الجديد
العظمى فيها 30 والصغرى فيها 15. أما أسيوط العظمى فيها تكون 29 والصغرى 14. سوهاج العظمى فيها 30 والصغرى 15. قنا العظمى فيها 32 والصغرى 15. الأقصر العظمى فيها 32 والصغرى 16. أما أسوان العظمى فيها هتكون 33 والصغرى هتكون 18. مشاهدينا لسه مكملين طبعا معاكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر، عودة مجددا إلى مصطفى ومنا فإليكما. شكرا لك يا رجاء. شكرا جزيلا. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع مع بعض أبرز وأهم الأخبار المقرر حدوثها اليوم واللي هنتعرف عليها في سياق هذا التقرير التالي. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أنه هتفتتح وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باب التقديم على 6575 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري في 15 مدينة جديدة، مع تخصيص 330 وحدة أو 5% للمواطنين ذوي الهمم ضمن الطرح اللي بتصف وزارة الإسكان بأنه الأكبر للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري. النهاردة يفتتح الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الموسم الثقافي الجديد بحضور الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق والدكتور علاء جانب عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم بالقاهرة الساعة 10 صباحاً، وبيطلق المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الموسم الثقافي الجديد في خطوة بتهدف لتعزيز الوعي الثقافي والديني ونشر المعرفة حول القضايا الإسلامية المعاصرة. النهاردة كمان هتنطلق فعاليات النسخة الأولى من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي اللي بتنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت شعار إعلام يلهم شباب يبدع، وده برعاية جامعة الدول العربية ومجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، وبتعد القمة اللي بتستمر يومين بمثابة منصة لتعزيز الابتكار والتعاون بين المؤسسات الإعلامية وتأثيرها على كل القطاعات الأخرى، وبتشهد القمة مشاركة عدد من الوزراء والسياسيين بالإضافة لعدد كبير من الشخصيات العامة وكبار الإعلاميين العرب والمصريين. لعشاء الكرة الإنجليزية موعدهم النهاردة مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة 9 من عمر مسابقة الدوري، هيلتقي كريستال بالاس مع توتنهام في الساعة 5 عصراً، في نفس التوقيت هيلتقي كل من تشيلسي مع نيوكاسل يونايتد وويست هام مع مانشستر يونايتد، 7:30 مساء قمة الجولة اللي بتجمع ما بين ليفربول وأرسنال. النهاردة ذكرى ميلاد الفنانة القديرة عايدة عبد العزيز اللي قدمت مسيرة فنية غنية بالأعمال المميزة في السينما وفي التلفزيون وكمان في المسرح، وقدرت تسيب بصمة واضحة في كل دور قدمته. ابتدى مشوارها الفني من محافظة القليوبية وابتدت حياتها العملية في التدريس، لكن شغفها بالتمثيل خلاها تروح وتتجه ناحية عالم الفن، وده خلاها فعلا تقدر تحفر اسمها بأدوار خالدة لسه موجودة في قلوب وعقول كل مشاهدنا. مشوارها الطويل ده كان مليان تكريمات ومليان جوائز كنوع من التقدير لعطائها الكبير وموهبتها اللي مش بتتكرر بسهولة أبدا في تاريخ الفن المصري. تعالوا نشوف مزيد من المحطات في حياة الفنانة الراحلة. تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة القديرة عايدة عبد العزيز التي تركت بصمة لا تنسى في عالم الدراما والسينما وأثرت بأعمالها القوية في ذاكرة المشاهدين حتى يومنا هذا. أنا الحقيقة كنت عايزة أفهمك كل حاجة من الأول، لكن سبتك لما تتعلمي الدرس لوحدك. الناس دي ما ينفعش معاها لا ورق ولا قانون، ما ينفعش معاهم غير حاجة واحدة وبس، قانون الحالة. ولدت عايدة عبد العزيز في محافظة القليوبية عام 1930، وبدأت حياتها الأكاديمية بالحصول على بكالوريوس تربية، ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية حيث بدأت مسيرتها الفنية. بعد تخرجها عملت عايدة عبد العزيز كمشرفة تدريب للفرق المسرحية في عدة مدارس، وواصلت دراستها العليا في التمثيل والإخراج في لندن. كان اكتشافها لشغفها بالفن محض الصدفة، حيث التحقت بمعهد المسرح بهدف الإشراف على الأنشطة المسرحية، إلا أن موهبتها لفتت الأنظار سريعاً مما دفعها لترك التدريس والتفرغ للفن.
تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1959 وتولت بعدها دور مشرفة تدريب بوزارة التربية والتعليم. فحيليني بقى أبوكي بقى عبال ما يلبس الهدوم دي عشان إيه؟ والجهاز الجديد اللي انت راقد عليه لوحدك دي عشان مين؟ على مدار مشوارها الفني قدمت عايدة عبد العزيز مجموعة من الأعمال السينمائية التي بقيت محفورة في ذاكرة الجمهور، منها عفاريت الأسفلت، فجر الإسلام، خلطة فوزية، كشف المستور، يوميات نائب في الأرياف، والنمر والأنثى. عدلات ياخد في إيدك قد إيه ويبقى مدمن هيروين؟ الجرايد بتقول 4 مرات تعاطي، اديني أسبوع واحد وأنا خلولك في التمام. كما تألقت عايدة عبد العزيز في عدة مسلسلات تلفزيونية مثل زينب والعرش وهالة والدرويش وضمير أبلة حكمة ويوميات ونيس، إلى جانب العديد من الأعمال الدرامية الأخرى التي تركت بصمتها فيها. أنت فاكرة نفسك مين؟ وإيه الغرور ده كله؟ ومين اللي ادك الحق إنك تحكمي غيرك وتنصبي له ميزان؟ فوق نفسك يا هانم، فوق نفسك، أنت بشر زينا، ممكن تغلطي وترتكبي ذنوب وتستحقي تترمي بحجر من اللي بترمينا بيه، بس ما انتش حاسه. اما في المسرح فقدمت عددا من العروض التي اظهرت موهبتها المتالقه، من ابرزها دائره الطباشير، ملك يبحث عن وظيفه، المهاجر، لعبه السلطان، السيرك الدولي، شيء في صدري، الارض، وثمن الحريه. وقد تم تكريمها في العديد من المحافل الفنية، منها تكريمها في مهرجان المسرح التجريبي عام 1996. وفي 3 فبراير عام 2022 رحلت عن عالمنا الفنانة عبد العزيز عن عمر ناهز 85 عاماً، بعد أن قدمت مسيرة فنية حافلة بالأعمال المميزة التي ستظل محفورة في ذاكرة جمهورها ومحبيها. زيارة خاصة جدا قام بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزيرة التنمية المحلية الدكتورة العوض إلى محافظة السويس اللي بتحتفل بالعيد القومي لها. الزيارة كانت بهدف افتتاح عدد من المشروعات بجانب تسليم وحدات سكنية جديدة للأهالي وغيرها. خلينا نعرف التفاصيل دي، معانا على تليفون الأستاذ محمد إبراهيم الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء بجريدة الدستور. صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح الفل يا فندم، صباح الفل على حضرتك، وصباح الفل على مصطفى، صباح الفل على الساده المشاهدين في كل مصر. الله يخليك. خلينا نبتدي على طول بالاماكن اللي تفقدها رئيس الوزراء خلال زيارته لمحافظه السويس، راحوا فين وشافوا ايه وايه اللي كان المفروض يحصل؟ دوله وصل امبارح لمدينه السويس لعتاقة، كان تقريبا الساعه 8:30 او 9 الصبح. بدأ الجولة سيادته بتسليم وحدات مشروع دارة اللي بينفذها صندوق التنمية الحضرية، بس عشان تكون فاهمة، صندوق التنمية الحضرية أحد أزرع الدولة اللي بتنفذ وحدات حاليا بعد ما أنهى تطوير العشوائيات الخطرة في كل مصر، وبدأ المرحلة الثانية من تطوير العشوائيات. حاليا بينفذ حاجة اسمها مشروع دارة، وده مشروع قومي بينفذوا في مدن وعواصم المحافظات المصريه، وبينفذ المبادره هو سياده الرئيس مكلفهم ينفذوا 500,000 وحده سكنيه. دوله الرئيس امس سلم امبارح عدد من العقود للمنتفعين هناك في مدينه السويس. المشروع ده المفروض ان هو بيضم 13,260 وحده سكنيه، طبعا كلها مستوى مميز للغايه من التشطيب. بعد ما سلم دولة الرئيس عقود الوحدات اللي هي تابعة لمشروع دارة أمس، تفقد إحدى المدارس المصرية اليابانية، وده النموذج الثاني كان يتنفذ في محافظة السويس، وكلف دولة الرئيس باستمرار تنفيذ هذا النموذج في كل مصر وفقا للتكليفات فخامة الرئيس. بعد كده تفقد دولة الرئيس راح مجمع السويس طبي، ده مجمع مهم جدا، طبعا بنتكلم عن صرح طبي عالمي موجود في مدينة السويس بدأ التشغيل، وده المفترض ان شاء الله ان هو يدخل في منظومة التأمين الصحي الشامل. طيب، يعني دولة الرئيس الوزراء راح السويس في عيدها القومي،
بالتاكيد عيد القومي يعني ليه مناسبه يعني عزيزه جدا عند اهل السويس، وله ايضا علاقه بهذه الزياره وتوقف رئيس الوزراء عندها. لا دولة الرئيس حريص على أنه هو يزور كل محافظة. هو احنا استغلينا الفرصة امبارح انه العيد القومي لمدينة السويس، طبعا كلنا عارفين قصة صمود اهالينا في السويس يوم 24 اكتوبر، وده يوم مهم جدا في تاريخ الدولة المصرية. دولة الرئيس امبارح كان راح افتتح الممشى بتاع بور فؤاد في عيدها القومي، طبعا كنوع من الاهداء من الحكومة وفخامة الرئيس لأهالينا هناك. طبعا فخامة الرئيس امبارح كمان كان قطع الزيارة، وكان راح شاف عمليات تطوير ترميم قصر ثقافة السويس، ده مقفول تقريبا من 20 سنة، ووجه بتوفير 100 مليون لإنهاء تطوير قصر الثقافة عشان يخدم كل أهالينا هناك. لا دولة الرئيس حريص على ان هو يزور كل المحافظات، وهو كانت المناسبة طبعا استغلالها انه يكون في نفس اليوم افتتاح الممشى. طيب فكرة الافتتاحات المجمعة وفكرة ان احنا عندنا مشروعات بيتم ضخ فيها اموال ضخمة لرفع البنية التحتية، سواء بقى زي ما حضرتك بتقول 500 ألف وحدة سكنية، افتتاح ممشى، تطوير قصور الثقافة، ضخ فلوس كتير جدا لنفس المكان لرفع مستوى الخدمات فيه. ده تأكيد على اتجاه الدولة في الفترة الأخيرة ان جميع المحافظات تكون بتحظى بنفس التسهيلات والرفاهيات اللي موجوده في العاصمه. فندم يعني انا عايز اوضح لحضرتك وللساده المشاهدين انه عمليات التطوير، حتى اكد دوله الرئيس امبارح في حديثه في المؤتمر الصحفي انه يد التطوير تروح في اي مكان في مصر. بالمناسبه هو مش من الفتره الاخيره، هو في مخطط الدوله المصريه ماشيه عليه في كل محافظات مصر، في كل شبر في مصر. احنا بنتكلم في 10 سنوات الدولة المصرية شغالة في كل شبر في الدولة المصرية عمليات تطوير، ولولا ذلك ما كنا وصلنا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. وحياة كريمة تستهدف حياة 60 مليون مواطن مصري. هم 60 مليون مواطن مصري عايشين فين؟ في شتى أنحاء الجمهورية. فاحنا مش بنتكلم عن محافظة السويس وفقط. عايز أشير إلى السنة الحسنة التي ينتهجها دولة الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي بشكل ثابت وبشكل دوري. كل أسبوع غالبا بنسبة 90% بتلاقينا في محافظة معينة. يعني الأسبوع اللي فات لو حضرتك تذكري كنا في الصعيد، في أسوان، في الأقصر، بنروح وجه بحري، بنروح محافظات الدلتا، بنروح المحافظات الساحلية. لا الموضوع مش ما كانش، يعني انا اسف بس عايز اوضح لحضرتك انه الموضوع ما كانش السويس بس عشان عيدها القومي، لا احنا طول الوقت ثابت. دكتور مصطفى مدبولي بيتحرك في كل محافظه في مصر مهما كانت المحافظه، بعيده قريبه، في الدلتا، في وجه ابلي، في الصعيد، في اي مكان. الموضوع بيشمل كل محافظات مصر وليس السويس فقط. بنشكرك محمد إبراهيم الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء بجريدة الدستور، شكرا جزيلا لك. دلوقتي مشاهدينا الساعة 8 بتوقيت القاهرة، معنا مع موجز لأهم الأنباء مع رجائي، تفضل يا رجائي. شكرك شكرا جزيلا منا. مشاهدينا الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز جديد لأهم وآخر الأنباء يأتيكم عبر شاشة التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حرب أكتوبر ستظل حكاية ملهمة لن تنتهي، وأن النصر الذي تحقق كانت وراءه إرادة شعب كامل رفض الهزيمة وتحدى نفسه والظروف. وأضاف الرئيس السيسي خلال احتفالية اتحاد القبائل والعائلات المصرية حكايات الأبطال لمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر أن الظروف التي تعيشها مصر الآن أشبه بتلك التي عاشتها البلاد بعد حرب 1967، لكن إرادة الشعب المصري تجاوزت البلاد المحنة. ولفت الرئيس السيسي إلى أن إرادة الشعب المصري ورفضه الوضع القائم وإصراره على النصر هو السبب في تحقيق الإنجاز، مشيرا إلى حجم التضحيات التي دفع ثمنها المصريون في الحرب والسلام، على رأسهم الرئيس الأسبق محمد أنور السادات والذي أنجز مهمة كانت سابقة لعصرها.
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول التصعيد الجاري في الشرق الأوسط وسبل الحد منه وتعزيز مسار التهدئة. وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكد ضرورة ضبط النفس ووقف دائرة الاستهدافات المتبادلة التي تضع منطقة الشرق الأوسط بأسرها على حافة خطر الحرب الإقليمية والتي تهدد مقدرات جميع شعوب المنطقة. في ذلك الإطار استعرض الرئيسان الجهود الجارية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة وبكميات كافية. كما شدد الرئيسان على ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، مؤكدين دعمهما لمؤسسات الدولة اللبنانية. كما شهد الاتصال تأكيد عمق العلاقات الاستراتيجية ما بين البلدين وحرصهما على استمرار التعاون في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية. استشهد عشرة فلسطينيين فيما أصيب آخرون بجروح في قصف للاحتلال الإسرائيلي لمنزل يأوي نازحين في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. كان أكثر من 35 فلسطينيا قد استشهدوا، بينهم نساء وأطفال، فيما أصيب آخرون في قصف لطائرات الاحتلال مربعا سكنيا يضم 5 منازل في الأقل قرب الدوار الغربي في بلدة بيت لاهيا. خفف جيش الاحتلال الإسرائيلي بعض القيود الأمنية المفروضة على السكان في مناطق بشمال إسرائيل. قال جيش الاحتلال في بيان له إن القرار جاء بعد تقييم للموقف دون الإشارة إلى القصف الإسرائيلي لمواقع عسكرية في إيران في الساعات الأولى من صباح السبت. وأضاف جيش الاحتلال أنه يمكن للمدارس أن تفتح أبوابها للطلاب في المناطق القريبة من الحدود مع لبنان ما دامت هناك ملاجئ قريبة للاحتماء من القنابل. قتل 6 لبنانيين فيما أو 6 لبنانيون لبنانيين عفوا فيما أصيب آخر بجروح جراء قصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة جديدة في جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن عددا من اللبنانيين أصيبوا إثر قصف من قبل طيران الاحتلال لأطراف بلدة الزرارية، فيما شنت طائرات الاحتلال 7 غارات على الضاحية الجنوبية في بيروت وغارة على محيط مدينة الهرمل. رياضيا، حقق برشلونة انتصارا عريضا على مضيف ريال مدريد ب4 أهداف دون الرد في قمة الأسبوع 11 من عمر الدوري الأسباني. جاءت أهداف برشلونة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي الذي أحرز هدفين متتاليين في الدقيقتين 54 و56، ثم أضاف لامين يامال الهدف الثالث للبارسا في الدقيقة 77 قبل أن يختتم البرازيلي رافينيا رباعية برشلونة في الدقيقة 84. بهذا الفوز عزز برشلونة صدارته لجدول ترتيب الليغا بعدما رفع رصيده ل30 نقطة ليوسع الفارق مع ريال مدريد الوصيف إلى 6 نقاط، حيث توقف رصيد الفريق الملكي عند 24 نقطة. مشاهدينا، نهاية موجز 8، عودة مجددا لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر، ولكن بعد هذا الفاصل. حدث غير مسبوق هيجذب الأنظار عالميا، الروبوت الفنانة آيدا اللي بتعتبر أول إنسان آلي بيعمل بالذكاء الاصطناعي وبيتقن الرسم، بتستعد إنها تدخل التاريخ عبر عرض إحدى لوحاتها في أحد دور المزادات العالمية، والمقدر إن اللوحة دي توصل ل$200,000، والمبلغ مؤهل للزيادة كمان عشان يكون الحدث الأول منه. تدفع أنت $200,000 معقولة في آيدا؟ طب يعني احنا بنشوف ده يمكن في مواقع بتصمم حاجات بالذكاء الاصطناعي،
وبتصمم كمان فيديوهات بالذكاء الاصطناعي. تمام. ومش غريب على الموضوع ان هم يعملوا ده، لكن الغريب على الموضوع ان هم يتم الترويج له ويتباع ومزادات وان هو يبقى خلاص يبقى امر واقع ومقبول ان الابداع تكنولوجي، رغم ان الابداع طبيعه انسانيه خالصه، رغم ان الابداع ده شيء ربنا اداه للانسان من ملايين السنين موجود على كوكب الارض، وبطبيعه الحال الامر ده مش هيبقى الاخير اللي هيعلنوا فيه دخول عصر الذكاء الاصطناعي، دخول عصر بيهدد فيه هذا الذكاء الاصطناعي الابداع البشري وبنفسه، وبيعلم بدايه او بيكتب بدايه لعصر جديد بتسيطر فيه التكنولوجيا على عالم الابداع. خلينا نعرف من المهندس محمد عزام خبير تكنولوجيا المعلومات تفاصيل هذا الامر، هيوصلنا لفين تحديدا وهيودينا لفين، وخصوصا فيما يتعلق بمساحات الابداع، بمساحات الادب، بمساحات الكتابه، المساحات اللي لطالما تميز فيها الانسان واختلف عن يعني اقرانه من الكائنات البشريه. اهلا بحضرتك يا باشمهندس. صباح الخير على حضراتكم، صباح الخير على مشاهدين حضراتكم الكرام. اهلا بحضرتك يا فندم. الابداع مساحه انسانيه خالصه، والابداع ربنا سبحانه وتعالى يعني منح بيه الانسان او منحه للانسان علشان يتميز بيه عن باقي الكائنات. طول عمر الالات بتعمل الحاجات اللي ما فيهاش ابداع، الارقام مش عارف ايه، حتى لما دخلت مجال الطب قلنا ان هي برضو بتعمل حاجات دقيقة. إلى أين يأخذنا الذكاء الاصطناعي بعد ما بقى في روبوت بيرسم لوحاته بتتباع في مزادات؟ يأخذنا إلى عالم جديد حياة لسه ما نعرفوش. خلينا نقول أن الفنون الرقمية حتى احنا بنتكلم 200,000 دولار، في لوحة اتباعت ب 65 مليون دولار اسمها First 5000 Days حقيقة، واتباعت في صالة كريسي للمزادات، ودي لوحة رقمية. فالعالم بيعاد تشكيله، احنا قدام عالم جديد بمحددات جديدة لازم نستوعبها علشان ما نقدرش ناخد ما كان يطبق في الماضي إلى هذا المستقبل المختلف تماما. أيوه. الذكاء الاصطناعي بيؤسس لعالم جديد شئنا أم لم نشأ. صحيح. بيحط معايير جديدة شئنا أم لم نشأ، بيحطنا قدام تحديات جديدة ما نعرفهاش، فاحنا لازم نفكر فيها بطريقة جديدة. الإبداع والابتكار طبعا هو جزء كبير جدا أو الأساس فيه هو العامل البشري. صحيح. إنما مع تطور خوارزميات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي اللي هو قادر على يتعامل مع بيانات عملاقة، احنا بنتكلم حجم البيانات في العالم 120 زيتا بايت، الزيتا البايت الواحدة 10^21 يعني تريليون مليار جيجا بايت، حاجة مهولة جدا. الآلة هي القادرة على تجميع هذه البيانات وتحليلها وربطها عشان تطلع لي منتج جديد لحظيا. فاحنا لو بنتكلم على الفنانه ايضا، فاحنا بنتكلم على روبوت بيقدر يشوف عن طريق كاميرات، الكاميرات دي بتلقط صوره، صوره الاستوديو مثلا تاخدها تحللها، وبناء على المعلومات اللي عندها بتقدر تطلع لنا منتج جديد تمام. فاحنا قدام ابتكار جديد وابداع جديد، الاله هي فيها الاساس، ودوت هيخلينا يا باشمهندس ابداع ازاي بس؟ يعني هترسم شمس غير الناس هترسمها؟ هتاخد بعد فكري يعني ما عندهاش فكره توصلها في الصوره فنقول الفكره مختلفه، الفكره دي بتبقى من عندنا احنا الانسان. مصطفى طول الانترو بيتكلم عن ان اللي بيميز الانسان عن باقي يعني الكائنات هي الابداع، يمكن اللي بيميز الانسان عن انسان تاني هو الابداع. دي حقيقه، داخله تعمل ايه في وسطنا؟ دي حقيقه، بس هي في الاخر احنا بقى عندنا آلات النهاردة، احنا بنؤسس لعصر ما يطلق عليه السوبر انتليجنس فينومينا او عصر او ظاهرة الذكاء الخارق، ان الآلة بتقدر تاخد القرار وتقدر تنفذه، ودوت حتى بيحطنا قدام تحدي جديد حقيقة لمفهوم الملكية الفكرية. ويمكن احنا ناقشنا يعني يمكن انا ليا الشرف ان اكون عضو مجلس اعلى الثقافة وناقشنا الكلام ده في ما هي تعريف الملكية الفكرية في هذا العصر الجديد. احنا قدام هذا الوضع، والوضع دوت هو وضع جديد غريب على البشرية بنشوفه لأول مرة. الآلة بتقدر تاخد النهاردة القرار، بتقدر ان هي بناء على المعلومات طلع لنا حاجة جديد. هي المعلومات المبنية بناء على الخبرات البشرية اللي موجودة، انما هي بتطلع حاجة جديدة خالص حضرتك تقدري تجربي حتى بنفسك، تخش على اي أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي
تكلميها وتقولي لها انا عايزه ارسم صوره لمصر القديمه بالستايل بتاع سلفادور دالي. بنحل اسايمنتس المدرسه ازاي كلها بالاي اي دلوقتي؟ طبعا يعني اقدر اقول والله تعالى ارسم لي صوره لتخيل مصر القديمه في من 5000 سنه بس ارسمها لي بالستايل دافنشي او ارسمها لي بالستايل بتاع سلفادور دالي. وفي اعمل فيديو كمان دلوقتي يعني كل حاجه. ايوه بس حضرتك خدت بالك حضرتك قلت ايه؟ بستايل دافنشي. البرنت او البصمه ببصمه شخص، هنقول بقى بعد 15 20 سنه بستايل وبصمه ايدا طبعا هيبقى لها البرنت بتاعها. طبعا ان هي تراكم معرفي بيتم تحليله وبيتم اختزاله وبيتم التعامل معاه علشان تطلع لنا حاجه جديده. طب وعلى كده في قطعه موسيقيه تم تاليفها من ايضا روبوتات او حواسب تعتمد على الذكاء الاصطناعي؟ كتير جدا حضرتك، بقت الادوات سهله قوي كمان. كل الاغاني اللي احنا بنشوفها مطلق عليها اغاني المهرجانات 90% منها بيتم عن طريق خوارزميات الذكاء الاصطناعي. بخش اقول له والله ادي النص حط لي عليه لحن، اغير فيه شويه تحول الى لحن. فعلا فعلا احنا عملنا ندوه في الموضوع ده حقيقه برضو في دار الاوبرا المصريه، اتكلمنا على الموسيقى في عصر الذكاء الاصطناعي. العالم جديد، مش هنعرف نقف بنفس المفاهيم القديمه. طب في اكاديميه الفنون طيب كل حاجه، ما هو اصل هو الابداع زي ما قلت لحضرتك هو يعني ميزه بشريه خالصه، وفي النهايه يعني في مدارس فنيه وتذوق هذه المدارس الفنيه بيعتمد على يعني كينونه الانسان ومدخلاته اللي بتطلع مخرجاته، ف ازاي يصبح هذا الامر يعني صناعي؟ هو مش هيطلع صناعي بنسبه 100% حقيقه. هو علشان كده احنا بنتكلم على خوارزميات الذكاء الاصطناعي او ادوات الذكاء الاصطناعي هتبقى مساعد للبشر بشكل كبير. هي مساعد ذكي جدا للبشر علشان يرفع امكانياته ويرفع درجات انتاجيته ويرفع قدرته حتى على الابداع بشكل مختلف. فبالتالي احنا قدام وضعيه حقيقه لسه كلنا بيحصل لنا استكشاف لهذه الوضعيه الجديده علشان نبقى قادرين ان احنا نتعامل مع هذه الادوات بطريقه مختلفه. وهتبقى دايما في صراع بين مدرستين، المدرسه التقليديه والمدرسه الاكثر تطورا وانفتاحا على هذه الادوات الجديده. وفي الاخر التكنولوجيا هتفرض ادواتها وتفرض نماذج اعمالها علينا شيء لا ام لمناش، فاحنا محتاجين نبقى مستعدين لهذا العصر الجديد ان الاله ليها دور كبير جدا. الاله فيها قدره رهيبه على السرعه والاتقان والابتكار حاليا، فلازم استغلها علشان ابتكر اسرع وابتكر بطريقه مختلفه. وطبعا ده قد يؤثر من السلبيات اللي احنا ممكن نتخيلها، طبعا سوف يؤثر على قدرتنا لابتكار حاجات كتيره جديده نتيجه اعتمدنا على هذه الالات هيزيد بالوقت. احنا بنشوفها في الطلبه بتوعنا في الجامعه وبنشوفها في حاجات كتيره جدا، واحنا النهارده بنقول لهم احنا استخدموا هذه الادوات بس انا محتاج ان انت تفكر بتفكير نقدي وتفكير ابداعي علشان نقدر بناء على هذه المعلومات انا عاوز برضو رؤيتك وبصمتك الشخصيه. فنفس الحكايه هيتم في الفن برضو. ده بيحصل يا باشمهندس، يعني لما في الكليات الادبيه اللي بتبقى قائمه على فكره ان الولاد او الشباب يعني بيبقى عندهم مجال الابداع او انهم يكتبوا حاجه، او حتى في الدراسه المختلفه بيبقى عندهم انهم مثلا بياخدوا عناصر وبيعملوا هم نهايات للستوري او ايا كان بقى اللي بيكتبوه. يعني لما بيستخدموا الذكاء الاصطناعي عشان يطلع نهايات مختلفه كل واحد بيحط العناصر برضو من عنده، يعني في الاول او في الاخر برضو الانسان هيفضل انفولفد او هيفضل مشتبك مع الاي اي في ان هو عشان يطلع الاند برودكت او يطلع المنتج النهائي. موافق تماما، عشان كده بقول دايما والا هتطلع دي زي دي زي دي بالظبط. الذكاء الاصطناعي هي اداه مساعده حاليا ليا علشان تزود الانتاجيه بتاعتي، تزود قدرتي على الابتكار الاكثر والاوسع، هتفتح لي مدارك جديده، هتفتح لي او هتوريني زوايا انا ممكن ما اكونش شايفها كبني ادم. وهنا فكره ان ابداعي هيختلف،
انا مش محتاج بشكل كبير جدا نتيجه التراكم المعرفي على مدار عمر البشريه من ساعه جوتنبرج في منتصف القرن ال15 لغايه خوارزميات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، ان انا يبقى عندي هذا التصور الكامل. الاله عندها نتيجه ان هي عندها المعلومات، انما التوقع ان احنا رايحين في اتجاه ان الاله سوف تاخد قرارات، والاله هتبقى هي المصدر الرئيسي لتوليد المعرفه اسرع من البني ادم، بالظبط زي لما كنت استخدمت الاله عشان تحسب لي اسرع. النهارده الاله بدات تفكر لي اسرع نتيجه انها عندها كل القدره على ان انا ابص على الكم المرعب من المعلومات والتراكم المعرفي على مدار 7-8 قرون اللي فاتت، وحللها واربطها مع بعض عشان تطلع لي منتج جديد. طب خلينا نوصل لترجمة كلام حضرتك ده على أيدا. هي إزاي تم تدريبها على الرسم؟ إزاي قدر الفريق المكلف ببرمجتها إن هو يعني يدخل فيها مدارس الرسم من عصر النهضة لدافنشي لمش عارف إيه، وصولا للفنانين المدارس التكعيبية والتجريدية لغايه لما قدرت ترسم حاجه زي كده، ولا ده ما حصلش؟ ولا هم عملوا ايه؟ لازم يدرب يعني الذكاء الاصطناعي بيتعلم يعني. اكيد حطوا كل الكتب اللي اتكلمت عن الارت في السنين اللي فاتت بالظبط كده، ودرب الاله على انها تفهم الكلام دوت، وتفهم ان دوت دي مدرسه تكعبيه ولا دي تجريديه ولا دي مدرسه حديثه ولا دي مدرسه كلاسيكيه ولا ده عصر نهضه او غيره. وبالتالي كل التدريب دوت بقى موجود لدى الآلة، ويقدر يربط بيه ويقدر يفهم ان انا لما اطلب منه طلع لي حاجة بالمدرسة التكعبية هو فاهم يعني ايه مدرسة تكعبية، ويطلعها بناء على فهمه لهذا الموضوع. يا سلام. وكمان انا باخد الكلام ده بعيد تغذية الآلة، هي في حالة تطور مستمر وحالة تدريب وتعلم مستمر، الآلة بتتعلم. والتطبيقات في الموضوع ده تطبيقات لا متناهية، يمكن النهارده بنتكلم على فكرة. طب وإيه اللي هيفرق آلة عن آلة كده؟ قدرتها على جودة الخوارزميات اللي بتشتغل بيها. معلش يعني، ما هو أنا النهارده اللي يفرق بني آدم عن بني آدم تربيته وتنشئته الاجتماعية وسلوكه النفسي وتعليمه والضغوط اللي حصلت عليه وهو صغير والعقد النفسية اللي مر بيها والمش عارف إيه، كل ده بيطلع منتج إبداعي. النهارده لما تبقى آلة وجنبها آلة، هم هيطلعوا نفس الريزلت او نفس النتيجة؟ لا مش حقيقي. ازاي؟ نوعية الخوارزميات وجودتها وقدرتها على التعامل مع البيانات وقدرتها على التعلم من البيانات تختلف من مطور الى مطور اخر، فهي في الاخر هي برضو نفس الفكرة، هي قدرة المطورين ان هم يطوروا حاجتهم بطريقة مختلفة عن مطورين اخرين، هي دي اللي هتخلي الآلة دي مختلفة عن الآلة دي. ودي احنا بنشوفها حتى في برمجيات الخاصه بالذكاء الاصطناعي التوليد الجينيريتيف اي اي، في شركات عالميه كتيره جدا شغاله في هذا الموضوع، هتلاقي ان المنتج ده مختلف عن المنتج ده نتيجه برضو الخبرات المتراكمه لدى المطورين في الشركه دي مختلف عن المطورين اللي موجوده في شركه اخرى، حجم الاستثمار المحطوط هنا غير حجم الاستثمار المحطوط هنا، فطبعا هيبقى في سباق بين مطورين هذه النوعيه من خوارزميات الذكاء الاصطناعي. ويمكن دي فيها الإضافة بقى بتاع العامل البشري، وفيها الإضافة بتاع جودة الفكر البشري، وإن إزاي أقدر إن أنا أطور باستمرار. فإحنا إنما في الآخر الآلة هي اللي تتعلم أسرع، الآلة هي اللي هتبقى منتجة أسرع. عشان كده أنا كبني آدم محتاج دايما إن أنا أخلي لهذه الآلة جزء من حياتي وجزء من أدواتي علشان أستفيد بيها، إن أنا لو ما استفدتش بيها هتبقى في مشكلة بيني وبين الآخرين اللي بيستخدموا هذه الآلة بطريقة أكثر جودة. طيب أنا عارفة أن موضوع المسميات ده شيء بيشغل ناس قليلة جدا، المهم النتيجة يعني، ولكن هل اللي فعلا أيضا بتعمله ده اسمه فن ولا ده اسمه منتج في الآخر؟ يعني احنا مثلا عندنا شنطتين، شنطة جلد طبيعي متصنعة بإيد فنان بيعملها، الغلطة في الغرزة دي أصلا بتخلي البيس أو القطعة مميزة جدا، لكن لما بندخل شنطة أيا كان بقى البراند وأيا كان سعرها وأيا كانت كده، لكن بينتج منها عدد من الشنط اللي بيبقى معايا بيبقى مع زميلي وزميلتي وغيرها، التفرد هو اللي بيعمل إنه فن. الأيدا بتعمله ده فن ولا ده منتج وخلاص؟ السؤال صعب جدا حقيقة. في الآخر أنا العميل الجديد هو جيل مختلف خالص، بيبص للأمور بطريقة مختلفة.
وبالتالي فكره التفرد وفكره ان دي حاجه هاند ميد وبالتالي او مصنوعه يدويا، فدي قيمتها ان انا عاملها صناعه يدويه مقابل الانتاج الغزير اللي هو برضو كان قائم على استخدام التكنولوجيا بشكل كبير. وهي الموضوع هنا نسبي جدا، ممكن انا اعتبرها ان هو فن وان هو فن متطور جدا، وممكن حد اخر يعتبرها ان هي مجرد حاجه. بس لو عملنا برنت ايضا هتطلع من اللوحه دي 10 لوحات بالظبط كده، فتفرد اللوحه ما بقاش موجود، وبالتالي هي وجود شخصيه للمطور، وجود شخصيه للفنان اللي هيستخدم هذه النوعيه من الادوات الجديده هي اللي هتدي البصمه، هترجعنا لفكرة التفرد أو فكرة أن أنا عندي قطع كتيرة جدا كلها شبه بعض. مش كده احنا شفنا اللوحة دي بتتباع ب 200,000 دولار، في لوحة رقمية تانية بتتباع ب 65 مليون دولار. وخصوصا أن تغير فكر المستقبل هنا، احنا بنتكلم على أجيال جديدة، الأجيال دي كلها أجيال رقمية عايشة في هذا الموضوع. الفن الرقمي بقى قيمته مليارات الدولارات، بيقام لمتاحف رقمية، بيقام لصالات عرض رقمية، بقى فيه الناس بتشتري بتحط حتى فلوسها في هذه اللوحات الرقمية باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ويبقى عندهم التوكن اللي هو بيحتفظ بالقيمة بتاعة اللوحة دي أو الفن الرقمي. دي عشرات المليارات من الدولارات في السنة، يمكن فوق 85 مليار دولار في السنة حجم هذا الأعمال. فالعالم بيختلف والمستقبل هنا بيختلف، فبالتالي كل ما هو كان قادم من أجيال مش رقمية بنسبة 100% الأجيال الرقمية بتشوفها بطريقة تانية، وبالتالي هنعتبرها فن. ممكن أنا أعتبرها إن هي حاجة صماء نتيجة إنها جاية من الآلة ممكن، انما في الاخر اللي بيحكم هو ايه؟ اللي بيحكم هو المستقبل لهذه النوعيه من الفنون، والمستقبل اللي طالع للنوعيه دي هو مستقبل جاي من بيئه رقميه، جاي عايش في بيئه رقميه من اول لحظه ميلاده، بيتعامل مع هذه الادوات بشكل مختلف، بيستثمر فيها فلوس كتيره جدا، بيحتفظ بيها، تبقى مقتنيات رقميه زي المقتنيات العاديه اللي احنا بنشوفها في صالات المزادات العالميه. لدرجة أن هذه اللوحات الرقمية بدأ يبقى عليها يعني نوع من أنواع المزاد في هذه الصالات العالمية، وبيدفع فيها ملايين الدولارات. المفروض بقى المزاد يبقى رقمي بقى، أو المزاد رقمي طبعا طبعا. وفي الآخر احتفاظي بهذه النوعية من العمل الفني هي بحتفظ بها بطريقة رقمية، صحيح. وبيتبادل بها كل واحد والآخرين بنفس الطريقة بطريقة رقمية. عالم جديد حقيقة لازم نستوعبه ولازم نقف قدامه كتير. سؤالنا الأخير، إيه هو دور البشر بعد كده في عصر، ودور الفنانين البشر تحديدا في عهد الذكاء الاصطناعي؟ الممثل، كاتب السيناريو، الكمبوزر أو الملحن، الرسام، ما هو دور هؤلاء الفنانين البشر في عهد الذكاء الاصطناعي؟ ده سؤال مهم جدا حقيقة. هي فكرة ان انا لازم احط لير او طبقة من الابداع فوق قدرة الالات، ان احنا دايما بنشتغل في المساحة اللي الالة ما تعرفش تشتغل فيها. فانا النهاردة كمؤلف او كملحن او كفنان، لو الالة لازم استخدمها كمساعد ليا عشان تفتح لي مدارك، تفتح لي افكار جديدة، انما انا لازم احط فيها بصمتي الشخصية، فكري الشخصي، تجارب الحياة الخاصة بيا، معاناتي وافكاري وتصوري ورؤيتي. حضرتك قلت الحان مهرجانات اتعملت لما حطينا انا لا استسيغ اغاني المهرجانات ولا اعتبر ان دي صبة يعني في جبيني، بالعكس انا بعتبر نفسي راقي احترامنا الشديد لكل اغاني المهرجانات، لان هي يعني بايقاع ثابت، يعني ما فيهاش الرايح والجاي والموسيقى والبتاع. فهل ده منطبق ايضا؟ يعني هل يقدروا يعملوا سيمفونيه زي السيمفونيه السابعه لبيتهوفن مثلا؟ هل يقدروا يعملوا حاجه زي قارئه الفنجان لعبد الحليم؟ على حكايه السيمفونيات دي هم كلموا خوارزميات الذكاء الاصطناعي قالوا له احنا عاوزين نطلع السيمفونيه الثامنه لبيتهوفن. لا لا لا، كتير بقى كده يا جماعه، يعني بناء على تصوراته القديمه فقدروا يطلعوا الحاجه دي فعلا. العالم من وجهه نظر بيتهوفن، من وجهه نظر ان لو بيتهوفن كان عاملها
النهارده حضرتك تقدر تخش تقول له انا عاوز اكتب قصه بنفس اسلوب نجيب محفوظ، قصه قصيره لنجيب محفوظ او يوسف ادريس، هيطلع لك حاجه. انما هذا العالم ليه ادواته، وادواته تتطور تطور كبير جدا، ومن لا يتقدم يتقادم. فاحنا محتاجين اعاده تعريف لحاجات كتير، اعاده تعريف ما هو الابداع، ما هو حقوق الملكيه الفكريه، ان في محكمه استراليه ادت حق الملكيه الفكريه لاله من الالات الذكاء الاصطناعي. فاحنا قدام عالم سريع جدا بيعاد تشكيله الذكاء الصناعي، بيؤسس لعالم جديد كلنا ما نعرفوش. صحيح. اكيد. مهندس محمد عزام خبير تكنولوجيا المعلومات، نورتنا وشرفتنا وعرفتنا تفاصيل قد تكون مقلقة في المستقبل القريب، لكن أدينا بنحاول دايما نواكب ونبقى عارفين اللي بيحصل. شكرا جزيلا لوجود حضرتك. كل الشكر لحضرتك. كل الشكر وتقدير ليك يا باشمهندس. وخلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا معكم في صباح الخير يا مصر. أهلا بكم مشاهدينا في موجز لآخر وأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. نبدأ أخبارنا الرياضية من القلعة الحمراء. النادي الأهلي اللي بيستأنف تدريباته على ملعب التتش استعدادا لمباراة العين الإماراتي اللي هتتلعب يوم 29 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة في بطولة الانتر كونتيننتال. لعيبة الفريق بيأدوا مباراة شاركوا في نهائي السوبر المصري أمام الزمالك، أدوا تدريبات استشفائية فيما خاض باقي اللاعبين التدريبات الكاملة على ملعب التتش، واللي اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكورة. مارسيل كولر مدير فني للفريق بيعقد محاضرة مع اللاعبين عشان يتكلموا عن مباراة العين. نروح لمنتخب مصر لكرة الشاطئية، كرة القدم الشاطية. منتخب مصر بيخسر أمام المغرب بنتيجة 4-3 في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية واللي أقيمت في الغردقة. نروح لمنتخب السنغال اللي بيتوج بطلا لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية بعد الفوز على المنتخب الموريتاني بنتيجة 6-1 في المباراة النهائية اللي جمعتهم في مدينة الغردقة. نروح للبوندز ليجا. فريق فيردر بريمن اتعادل مع فريق باير ليفركوزن 2-2 في المباراة اللي جمعت ما بين الفريقين على ملعب فيسر شتاتيون ملعب فريق فيردر بريمن الألماني في إطار الجولة الثامنة من دوري الألماني البوندز ليجا. فريق بورموث بيتعادل أمام فريق أستون فيلا بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت ما بين الفريقين على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. بيحتل فريق أستون فيلا المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة. بورموث بيحتل المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة. فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيفوز على فريق ساوثهامبتون بهدف أحرزه إيرلينغ هولاند في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي البريمير ليج. يتواجد نادي طبعا مانشستر سيتي في المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 23 نقطة، أما ساوثهامبتون بيحتل المركز 19 وقبل الأخير برصيد نقطة واحدة فقط. إلى الكالتشو الإيطالي. فريق نابولي الإيطالي بيفوز على فريق ليتشي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت ما بين الفريقين على ملعب دياغو أرماندو مارادونا ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإيطالي. يحتل نابولي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة، بينما يحتل ليتشي المركز قبل الأخير. وأخيرا إلى الليغا الإسبانية. نادي برشلونة زي ما تابعنا بيفوز على ريال مدريد بنتيجة 4 أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري الأسباني للموسم الحالي 2024-2025. بيحتل فريق برشلونة صدارة جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد حامل اللقب المركز الثاني برصيد 24 نقطة.
كده مشاهدينا نكون خلصت نشرتنا الرياضية. نعود مجددا بقى لمصطفى ومنا لاستقبال باقي فقرات صباح الخير يا مصطفى. شكرا لك يا رجائي. في الحقيقة الضربات الإسرائيلية الإيرانية المتبادلة ما فيش شك إنها بتدفع منطقة الشرق الأوسط والإقليم كله لمزيد من التوترات والنتائج السلبية، في ظل أن مصر دايما وباستمرار بتطالب وقف أي تصعيد سواء من جانب إيران أو من جانب إسرائيل تجنبا لأي سيناريوهات كارثية يمكن أن تؤثر مستقبلا على شعوب دول المنطقة بالكامل. قراءة وافية عن تداعيات الضربات الإسرائيلية الإيرانية المتبادلة والموقف المصري المطالب بوقف التصعيد. بينضم لنا هاتفيا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صلاح الزهار في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا أستاذ محمد. صباح الخير أستاذ منى. صباح الخير أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا. حالة توتر وحالة تصعيد متبادل بين إسرائيل وإيران في المنطقة، إزاي شايف الموضوع ده؟ الحقيقة أنه يعني المتابع لهذا الأمر يدرك أن هناك الكثير من عدم المسؤولية فيما يتعلق بالتصعيد، وربما يعني نستند إلى عبارة وردت ببيان وزارة الخارجية المصرية بالأمس أن التصعيد الذي قد يؤدي بالخطأ، حتى يعني هذه العبارة ويعني استوقفتني في البيان، قد يؤدي إلى نشوب صراع في المنطقة لا يحمد عقباه أو شيء بهذا القبيل. هذا الأمر يعني أن الدولة المصرية لديها أو حريصة على أن يكون التحذير الذي تطلقه على مستويات متعددة، سواء على مستوى الرئاسة المصرية وفي مناسبات عدة قالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أخيرا كان في مؤتمر بريكس هذا الأسبوع، أو في مباحثته الهاتفية التي أجراها مع الرئيس الفرنسي بالأمس. الحقيقة أن الموقف المصري يحذر مرارا وتكرارا من أن العنف أو هذا التبادل أو هذه خلينا نقول يعني المماحكات التي يمكن أن ينتج عنها حرب في المنطقة، تحذر مصر أنها سوف ستكون لها أثر وخيمة على المنطقة. من هنا الدولة المصرية ترغب أو تعلي أو تصعد من مطالبتها بضرورة أن يتم الائتمان أو العودة إلى لغة العقل وإلى احترام المبادئ التي يمكن أن تؤسس لفترة سلام في منطقة الشرق الأوسط بالالتزام وبالسعي نحو تنفيذ المقررات الدولية التي تضمن الحقوق العربية المؤسسة والمؤيدة بقرارات دولية. صحيح. طب يعني بعد الضربة الإسرائيلية الأخيرة لإيران، والتي رأينا وفقا لما قال موقع إكسيوس أنها تمت يعني إيه بمعرفة إيران ومعرفة الأماكن التي ستذهب بها الضربة والأهداف التي ستنولها الضربة وابتعدها عن المنشآت النفطية أو المنشآت الخاصة بالطاقة أو المنشآت النووية، هل تعتقد أن حيكون في رد فعل لإيران ويكون هناك يعني تصعيد متبادل، أم تكتفي إيران بأذرعها في المنطقة؟ أستاذ مصطفى، أنت أشرت بشكل غير مباشر إلى ما يقوله كثير من المتابعين أن هناك نوع من الاتفاق أو نوع من الترتيب لهذه الضربة أو نوع من التنسيق، أيا كان العبارة دعنا يعني هذا الأمر دعنا أن نقول أو يجعلنا نقول أن هناك تشكك فيما يصدر على وسائل الإعلام من تهديدات وتهديدات متبادلة. ده معناه أن هناك تنسيق أو هناك نوع من أنواع الاتفاق، هناك من الترتيبات زي ما اشرت حضرتك، وفي وسائل اعلام كثيره تتحدث عن ان ايران تلقت اشارات من الجانب الاسرائيلي قبل بدء الضربه بانه سوف يكون الاستهداف قاصرا على بعض المواقع ولن يتعرض للمواقع البتروليه او المواقع النوويه. هناك من يقول ان المسؤولين الاسرائيليين قالوا بعد الضربه انها حققت اهدافها ولم تستهدف اماكن او مرافق حيويه بتروليه او نوويه، ولكنها حسب الكلام المسؤولين الاسرائيليين ولكن الضربه استهدفت بعض المواقع التي تمثل خطرا على اسرائيل ولم تحدد هذه المواقع، بينما المسؤولين الايرانيين قالوا ان قوات الدفاع الجوي الايراني تمكنت من صد الضربه ولم تؤتي خسائر. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الجهه الاولى الاسرائيل بتقول خلاص انا اكتفيت، وايران بتقول يعني معناها ان احنا صدنا رد الضربه فمش هنرد. ده معناه ان هناك نوع من انواع يعني التشكك فيما يعني يكون
في هذا الصراع، وربما الكلمة أو اللفظ الأخير الذي أشرت لي حضرتك بأنه ولا العملية هتستمر عن طريق الأذرع القائمة أو الموجودة في المنطقة. نعم، أخذ من كلامك وأبدأ وأقول أن بالفعل أن المسعى الإيراني، المسعى الإسرائيلي، المسعى الأمريكي أن تستمر المعركة عبر الأذرع التابعة والمؤيدة من إيران في منطقة الشرق الأوسط أو منطقة أو في المنطقة. نرى حزب الله، نرى حماس، نرى الحوثيين. هذه الأمور تعني أن هناك ربما رغبات دفينة في أن تستمر هذه المعركة أو هذه يعني أريد أن أصفها بلفظ يتفق معها، أو هذه الصراعات إن صح التعبير المحدودة، أو تبادل إطلاق النار أو إلى آخره، لمحاولة يعني التأثير على المنطقة، لمحاولة التأثير على تحقيق أهداف معينة على الأقل ليست معلنة حتى هذه اللحظة. طيب، المنطقة يعني مشتعلة أو شديدة التوتر، كيف ستنتهي الأزمة حتى تساهم في تهدئة المنطقة نسبيا على الأقل؟ حقيقة دعينا نقول وليس تحيزا، الموقف المصري هو الموقف الأكثر تعقلا والأكثر هدوءا والأكثر استيعابا والأكثر تجاوزا على الموقف. لعلك تتابعين معي أنه قبل ثلاثة أيام حدث لقاء بين مسؤولين ممثلين للدولة المصرية المعنيين بالملف، ملف المفاوضات أو ملف المباحثات للتثبيت أو للبحث عن وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، مع جانب او مع ممثلين للجهاز الدبلوماسي الاسرائيلي. الحقيقه هذا الامر يعني هناك مسائل ربما لا تكون معلنه للعلن حتى الان من جانب الدوله المصريه لمحاوله التوصل او للقفز على الامور الى الامام، لمحاوله تاكيد للاسرائيليين وللدوله وللولايات المتحده الامريكيه الدوله الداعمه والمؤيده والشريكه والمتورطه فيما يجري على أرض فلسطين أو الأراضي العربية المحتلة من عمليات هدم وعمليات قتل وعمليات تشريد التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. أظن أن الدولة المصرية تسعى لمحاولة وقف هذا العنف، وقف نزيف الدماء، التثبيت أو تثبيت التهدئة أو البحث عن التهدئة لنصرة أو لإغاثة المواطنين الفلسطينيين الذين عانوا الأمرين خلال أكثر من عام وشهر، ربما يكون الآن على وشك أن ندخل في الشهر الثاني أو الشهر الأول في السنة الثانية، وما يعانيه برضو الشعب اللبناني. ومن هنا أظن أن المحاولات ربما تكون يعني في طريقها لإيجاد صيغة ما لمحاولة التأثير على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عمليات العنف ولإيجاد سبيل للتهدئة ووقف إطلاق النار في الأراضي العربية المحتلة وبالتحديد في قطاع غزة. طب ماذا لو ردت إسرائيل على الجانب، ردت إيران على الجانب الإسرائيلي وصعدت الموقف؟ هل ينذر هذا الأمر بحدوث حرب إقليمية شاملة تدخل فيها عدد من الأطراف ويتم استهداف يعني أهداف أكثر حيوية؟ هو دعني أقول يا أستاذ مصطفى أنه يعني الخوف من حرب إقليمية لا أراه بالشكل الذي يمكن أن أراه الآخرين من منطلق أن الحرب ربما تكون على الأبواب إذا ما حدث خطأ، إذا ما حدث عدم وجود حسابات دقيقة، إذا ما قلت أنت التحقق ما قلت في أن إيران قررت أن ترد ردا جديدا. دعني أقول أن المسألة ليست بالصراع الإسرائيلي الإيراني إذا ما حدث مسلحا، ولكن نقول ونتخيل كيف يمكن أن يتم تبادل إطلاق النار أو تبادل قذائف بين دولتين بينهما جغرافيا عديد وعشرات من الدول. صحيح. وبالتالي هذه الأمور تورط كثير من الدول في هذه الأمور، لأنه كثير من الدول ربما تستشعر أن هناك استخدام لمجالها الجوي، ربما ترفض، ربما تواجه، ربما تعترض على بعض الاستخدامات العسكرية لمجالها الجوي، ربما تأتي الآن الأمور أو يتم استخدامها بأمور دقيقة تجعل المتابعة عبر أجهزة الدفاع الجوي في دول معينة مهمة صعبة لأنها بتبقى عملية مركزة. لكن إذا ما تم التبادل بشكل واضح ربما يكون الأمر مصعب. هنا الخشية من تصعيد الحرب على دخول دول أخرى يكون بهذه الطريقة التي أقول بها، أن ربما وده هذا مجال واحد يعني ربما يكون هناك نوع من التصدي من جانب الدول التي تستخدم مجالاتها الجوية عنوة، سواء من جانب الإسرائيلي أو من جانب الإيراني. الأمر الأكثر أهمية
أنه حتى بالفرض إذا اقتصرت الحرب المنتظرة على عمليات عسكرية مستمرة متبادلة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وبين إيران، سوف يعني تشتعل النار في العالم على النواحي الاقتصادية المتعددة. صحيح. يعني إذا ما حدث هذا الأمر صحيح. ستتوقف سلاسل التوريد، ستتوقف عمليات إنتاج البترول، حركة الطائرات أيضا في المنطقة، سيكون هناك نيران تلهب أو تشعل أو تشتعل فيما يتعلق بكثير من الدول التي لا ناقة لها ولا جمل وليست قريبة من أماكن الصراع، ولكنها سوف تعاني اقتصاديا بشكل غير طبيعي إذا ما حدث تبادل عسكري أو صراع عسكري مستمر أو متواصل بين إيران وإسرائيل. أستاذ صلاح الزهار، سؤالي الأخير، هل تعتقد أن سيناريو غزة وسيناريو إسرائيل مع حركة حماس يمكن أن يتكرر مع سيناريو جنوب لبنان وحزب الله في الجنوب اللبناني؟ هل يمكن أن تدخل إسرائيل بريا ويعني تقتحم أو تحاول القضاء على يعني الهياكل التنظيمية لحزب الله كما تحاول أن تفعل مع حركة حماس في غزة؟ يعني طبعا دعني أقول لعلك تتفق معي لأن حضرتك عندك اطلاع كويس بالقضية، الأرض هنا تختلف عن الأرض هنا، المعركة هنا تختلف عن المعركة هنا، ولكن المساعي الإسرائيلية لإيجاد انتصار ما بوجهة نظر الإسرائيليين في الوضع اللبناني يقتضي كما يريدون إعادة المستوطنين الذين تم تهجيرهم من الشمال الإسرائيلي. هذا الأمر ترى إسرائيل مرتبط بأن يكون هناك مساحة آمنة تمتد لأكثر من 20 كيلومتر داخل الحدود اللبنانية، يكون هناك ضمان ألا يكون هناك فيها مقاتلين أو قوات عسكرية لحزب الله. الحقيقة المتابع للأمر يرى أن حزب الله في الأسابيع الثلاثة أو الشهر الماضي ربما فقد الكثير من قدراته ومن تأثيراته في باغتيال قادته أكثر من مرة، باغتيال أمينه العام، بالتفجيرات التي سبقت كل هذه الأمور لأجهزة البيجر وأجهزة الوكي توكي، كل هذه الأمور أوجدت نوع من الضعف لدى حزب الله، ولكن لا نستطيع أن نقول أن حزب الله قد فقد فعاليته، لكن النقطة المهمة التي يخشى منها أو التي يمكن أن تأتي بنتائج ليست مرضية لقوات الاحتلال الإسرائيلي هي الغزو البري. أكيد. كل الشكر للكاتب الصحفي الأستاذ محمد صلاح الزهار، شكرا جزيلا لحضرتك. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لأهم وآخر الأنباء بصحبة زميلنا رجاء رمزي. اتفضل يا رجاء. شكرا جزيلا مصطفى. مشاهدينا، 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش، موجز جديد لآخر وأهم الأنباء يأتيكم عبر شاشة التلفزيون المصري، فأهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حرب أكتوبر ستظل حكاية ملهمة لن تنتهي، وأن النصر الذي تحقق كان وراءه إرادة شعب كامل رفض الهزيمة وتحدى نفسه والظروف. وأضاف الرئيس السيسي خلال احتفالية اتحاد القبائل والعائلات المصرية حكايات الأبطال لمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر أن الظروف التي تعيشها مصر الآن أشبه بتلك التي عاشتها البلاد بعد حرب 67، لكن إرادة الشعب المصري تجاوزت البلاد المحنة. ولفت الرئيس السيسي إلى أن إرادة الشعب المصري ورفضه الوضع القائم وإصراره على النصر هو السبب في تحقيق الإنجاز، مشيرا إلى حجم التضحيات التي دفع ثمنها المصريين في الحرب والسلام، على رأسهم الرئيس الأسبق محمد أنور السادات والذي أنجز مهمة كانت سابقة لعصرها. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول التصعيد الجاري في الشرق الأوسط وسبل الحد منه وتعزيز مسار التهدئة. وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا ضرورة ضبط النفس ووقف دائرة الاستهدافات المتبادلة التي تضع منطقة الشرق الأوسط بأسرها على حافة خطر الحرب الإقليمية والتي تهدد مقدرات جميع شعوب المنطقة. في ذلك الإطار استعرض الرئيسان الجهود الجارية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة وبكميات كافية، كما شدد الرئيسان على ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، مؤكدين دعمهما لمؤسسات الدولة اللبنانية. كما شهد الاتصال تأكيد عمق العلاقات الاستراتيجية ما بين البلدين وحرصهما
على استمرار التعاون في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية. استشهد 10 فلسطينيون فيما أصيب آخرون بجروح في قصف للاحتلال الإسرائيلي لمنزل يأوي نازحين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. كان أكثر من 35 فلسطينيا قد استشهدوا، بينهم نساء وأطفال، فيما أصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا يضم 5 منازل على الأقل قرب الدوار الغربي في بلدة بيت لاهيا. حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، حذر من أن الوضع الكارثي في شمال قطاع غزة الذي دمرته الحرب، وأضاف أدهانوم أن نقصا خطيرا في المستلزمات الطبية يضاف إليه وصول محدود للغاية إليها يحرمان سكان القطاع من العلاج الحيوي، فيما أشار أدهانوم إلى مستشفى كمال عدوان آخر مستشفى لا يزال يعمل في شمال قطاع غزة الذي هاجمته القوات الإسرائيلية يوم الجمعة. قتل 6 لبنانيون فيما أصيب آخر بجروح جراء قصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة جديدة مرجعيون جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن عددا من اللبنانيين أصيبوا إثر قصف طيران الاحتلال أطراف بلدة الزرارية، فيما شنت طائرات الاحتلال 7 غارات على الضاحية الجنوبية في بيروت وغارة على محيط مدينة الهرمل. قالت وزارة الدفاع الروسية أن وحداتها للدفاع الجوي اعترضت 13 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أجزاء من جنوب ووسط روسيا على مدى ساعتين يوم السبت. وذكر بيان للوزارة أن الدفاعات الجوية أسقطت 4 طائرات مسيرة في كل من بيلغورود وليبستيك وأوريول ومسيرة واحدة فوق منطقة بريانسك. مشاهدينا، إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الموجز، عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم. صندوق النقد الدولي توقع انخفاض معدل التضخم في مصر، وكمان توقع بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر من 2.7% في 2024 ل 4.1% في عام 2025. طبعا الكلام ده بيجي نتيجة لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة الإجراءات مع صندوق النقد الدولي. طب على أي أساس توقع الصندوق هذا الأمر، واستند على إيه، وإلى أي مدى الاقتصاد المصري ممكن ياخد خطوات أو يعمل قفزات في الأيام القادمة؟ خلينا نتكلم عن هذا الأمر بالتفصيل وبصحبتنا الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، هيكلمنا عن هذا الأمر بالتفصيل. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتكم. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. كيف قرأ صندوق النقد الدولي هذه التوقعات؟ هل أتت في ظل إيه؟ يعني إلى ماذا استند حتى يطلق هذه التوقعات؟ طيب، بداية كلمة معدل النمو الاقتصادي يعني معناها زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، يعني زيادة حجم السلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل الدولة خلال عام. فتوقع صندوق النقد الدولي انه الدوله المصريه تقوم بزياده هذا حجم السلع وحجم الخدمات التي تقام داخلها خلال العام القادم اللي هو 2025 بنمو حوالي 4.1%. طب السنه دي كان كام؟ السنه دي على 2.7%. طيب التوقع ده بياتي بناء على ايه؟ بياتي بناء على مراجعه الصندوق للوضع الاقتصادي المصري ومعرفه التحديات اللي بيواجهها، ومعرفه ايضا انه فكره الاستثمار ايه، المشروعات التي تقومها الدوله، المشروعات التي يتوجه القطاع الخاص اليها، حجم الاستثمار المتوقع خلال الفتره القادمه، خطه الحكومه في ترشيد الانفاق، وبالتالي بيعمل مجموعه من المعادلات والمحاسبه
وبيبدا يحط توقعه. التوقع ده ما بيكونش هو التوقع النهائي، ده توقع مبدئي. ممكن يجي على اول يناير 2025 يقول لك والله لا انا متوقع يكون لا الزياده بدل 4.1 4.6، لا ممكن يرجع تاني ل 3.8. طيب انا عشان اوصل لهذا المعدل او قيمه المعدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي ل 4.1، ده معناه ببساطه ان انا محتاج ان انا يكون عندي زياده في حجم الاستثمارات التي تاتي للدوله المصريه، سواء كانت استثمارات محليه او استثمارات اجنبيه. ده جزء، لانه الاستثمار في حد ذاته مش هدف، الاستثمار ده وسيله. وسيله في ايه؟ ان انا افتح مشروعات جديده، ان انا ازود الانتاج، ان انا من السلع، ان انا اصدر للعالم الخارجي، ان انا اعمل اكتفاء ذاتي، ان انا اقلل فاتوره الاستيراد، ان انا اشغل عماله، ان انا اقلل معدلات البطاله. وبالتالي فكره ان يكون عندي الاستثمار، ويمكن ده اعتقد انه فكره ان الصندوق يعلن ده او يعلن هذا التوقع، اعتقد ده يعني في الزام على الحكومه المصريه انها تبدا في فتره قادمه عمليه جذب الاستثمارات، عمليه وضع حوافز للمستثمرين، تيسيرات للمستثمرين عشان اجذبهم لفتح او التوسع في المشروعات القائمه. طيب خلينا نتكلم كده مش بالاقتصاد، خلينا نتكلم كده باللغه الدارجه بحيث ان كل الناس اللي قاعده تبقى متابعه احنا بنقول ايه. لما بنيجي نقول احنا عندنا ناتج محلي بيحصل فيه تغير وبيحصل فيه زياده، ده معناه هيأثر ازاي على معدل التضخم؟ وخلينا برضو نقولها كده باللغه الدارجه، معدل التضخم ده يعني ايه؟ طيب معدل التضخم هو زياده في سعر السلع. يعني انا النهارده بشتري والله اللي كنت بشتريه بجنيه هشتريه بجنيه وربع مثلا، ده بالظبط. وهو ده نفس النسبه المتاحه في مصر، يعني احنا بنتكلم في معدل التضخم في مصر بيتراوح من 25 الى حوالي 28%. طيب ده يبقى انا الحاجه بشتريها بجنيه زادت بقت بجنيه وربع او 130 قرش، ده معناها التضخم اللي هو الزياده في السعر. طب لما انا اكون بزود الناتج المحلي الاجمالي بالتبعيه الاسعار بتنخفض. طب ليه؟ لان زياده الناتج المحلي الاجمالي يعني بزود السلع اللي بيتم انتاجها، فلما ازود السلع اللي بيتم انتاجها فبتبقى اكثر عرضا او المعروض منها كثير داخل السوق، وبالتالي يبقى الطلب انا غطيت جزء كبير جدا من الطلب، فبالتالي الاسعار تبدا تنخفض. فيبقى انا فكره ان انا كل ما ازود مشروعات او كل ما توسع في مشروعات قائمه، يعني لو انا في مصر مثلا بنتج مليون مثلا مثلا بنتج 50,000 عربيه لهنتج 80,000 عربيه، فاسعار العربيات هتنخفض لان انا وصلت لمرحله ان انا زودت العرض من السلع. فده بالنسبه يقاس عليه بقى كل السلع وكل الخدمات الموجوده داخل الدوله. فكلما زاد معدل النمو ده معناها بالتبعيه بينخفض او احد عوامل المؤثره في انخفاض التضخم او انخفاض معدل الاسعار. لماذا نعول دائما على قصه الاستثمارات الاجنبيه المباشره في حين ان احنا عندنا مثلا ممكن يبقى نشتغل شويه على ملف السياحه ويبقى عندنا دخل من العمله الصعبه، ده على المدى القصير، نشتغل على ملف الصناعه وده على المدى المتوسط او المدى البعيد ويبقى عندنا دخل عمله صعبه. دايما بنقول الاستثمارات الاجنبيه المباشره، الاستثمارات الاجنبيه المباشره، في حين لما توقفت عجله الانتاج في العالم عن الكورونا ومن بعدها الحرب الروسيه الاوكرانيه، يعني بات من الصعب ان يعني يتم الاعتماد بشكل مباشر على هذا الامر. طيب هو بدايه لازم يكون عندك تنوع في مصادر الدخل الخاصه بيك، يعني فكره ان الدوله تعتمد على مصدر واحد او يكون هو المصدر الاساسي وليكن السياحه فقط مش صح. طبعا الصناعه فقط مش صح، لكن طبعا التنوع في مصادر الدخل هو ده المفيد. طب انا ليه بقول دايما يعني الاستثمارات الاجنبيه؟ احنا قلنا المحليه والاجنبيه. أيوة. بس الاجنبيه انت عندك اشكاليه ان انت عندك فجوه تمويليه، يعني عندك انخفاض في الحصيله الدولاريه التي تاتي للدوله المصريه عن المطلوب انها يخرج من الدوله المصريه. انت بيخرج من عندك فاتوره استيراد من خارج حوالي 88 مليار دولار الى 90 مليار دولار، وممكن السنه دي 24 تزيد عن ذلك. عند حضرتك اقساط وخدمه ديون فبتخرج من الدوله اموال. طيب عند حضرتك الحصيله اللي بتاتي ليك اللي عن طريق قناه السويس وحصل فيها انخفاض ما يكون من 50 ل 60%، عند حضرتك سياحه والحمد لله جيده، ربما تاثرت جزء من السياحه في موجوده في سيناء في الغاء كثير من الحجوزات في شرم الشيخ ودهب وطابه وراس محمد
والمناطق السياحيه المتلاحمه في منطقه التوترات الجيوسياسيه الموجوده في هذه المنطقه، لكن عندك تنوع في الاقتصاد. ففكره ان انا اجذب استثمارات، كل العالم النهارده بيجذب استثمارات، بدليل ان انت النهارده لو بصينا على المنطقه العربيه اللي احنا فيها، كنا الاول احنا الوحيدين على خريطه الاستثمار. النهارده عندك السعوديه بتحاول تجذب استثمارات، عندك دوله المغرب بتجذب استثمارات، عندنا الامارات، فبدا في هناك نوع من انواع المنافسه. فكلما زادت المنافسه لازم ان انت تقدم ما يطلق عليه تيسيرات، تسهيلات للمستثمر، تبتعد عن الروتين، تبتعد عن البيروقراطيه، وتبدا تجذب المستثمر حتى المحلي. ما هو حتى المستثمر المحلي ما هو ممكن يطلع بره، واحنا شفنا نماذج من مستثمرين مصريين طلعوا خارج مصر عملوا استثمارات، وده شيء جيد. لكن انا النهارده من عايز اخلي المستثمر المحلي ده يعمل استثمارات كلها داخل مصر، وايضا اجيب المستثمر العربي او الاجنبي يقيم مشروعاته داخل مصر. ولكن انا بقى اللي اقول ايه التوجهات او ايه هي القطاعات اللي انا عايزها، وليكن قطاع الصناعه، وده قطاع مهم جدا ان يكون فيه جذب للاستثمار، ان انا عايز احول المواد الخام اللي عندي بدل ما اصدرها مواد خام، ان انا اعيد ان انا اقوم بتصنيعها وازود المكون السلعي المحلي واصنع منتج محلي، وبالتالي يبقى انا قضيت على فكره الاستيراد وزودت الانتاج المحلي. طيب صندوق النقد الدولي متوقع ان يبقى فيه مراجعات قريبه جدا. متوقع ايه بقى وهو بيرجع؟ طيب هو اولا كان في مراجعه اللي هي المراجعه الرابعه، احنا عملنا الحمد لله 3 مراجعات مع صندوق النقد الدولي، وكل مراجعه كان نتج عنها حوالي 820 قسط الاقساط اللي تحصلت عليها الدوله المصريه، 820 مليون دولار في كل مراجعه. المتوقع في المراجعه الرابعه يكون حصيلتنا منها او القسط اللي يستحق للدوله المصريه 1.3 مليار دولار. المراجعه الرابعه يمكن اعلنت يعني مديره الصندوق انه هتاتي لمصر خلال الايام القليله القادمه للوضع او لمناقشه الوضع الاقتصادي المصري. يمكن سياده الرئيس اعلن او افصح عن انه يجب على الحكومه انها تتخذ اجراءات مع الصندوق انها تبدا تعيد التفاوض او تعيد التفاوض مع الصندوق في حزمه الاجراءات التي بيتم اتخاذها في الوضع الحالي. وده شيء مهم جدا، لانه من حقنا كدوله طالما ان احنا عضو في الصندوق، طالما بيتم مراجعتنا، طالما ان احنا ملتزمين بالبرنامج الاقتصادي اللي مصر فرضته على نفسها او وضعته الحكومه على نفسها عشان تقلل يعني او ترشد انفاقها من ناحيه وتزيد ايراداتها، يبقى عندها فوائد ماليه تقدر تسدد التزاماتها. انا اقدر اعمل ده، بس بدل ما اضغطه في سنه او سنتين لا يكون هناك في الامر سعه، وان انا يعني يتسع مده البرنامج لاكثر من ده. طب ده بيتوقف على ايه؟ اولا قناعه الصندوق بوجاهه وجهه النظر الخاصه بينا، المفاوضين اللي هيتم مناقشتهم في هذا الامر، ان انت تبين الوضع الاقتصادي الموجود وانه في ضغوط شديده على المواطنين ونتيجه الاجراءات اللي بتتخذها الدوله، فلازم يكون عندي سعه في هذا الموضوع ويتسع لاكثر من فتره، بدل ما يبقى سنه يزيد لسنتين او ثلاثه. لكن في الاخر انت ما بتغيرش الاجراءات، انت بتزيد المده وممكن تخفف من حدتها. وده مهم جدا. ودي نقطه مهمه جدا ان احنا نوضحها، الاجراءات هي بتبقى موجوده وشبه ثابته، القصه كلها في توقيت تنفيذها وكيفيه تنفيذها. بالظبط، توقيت التنفيذ وده مهم، لان انت بتلتزم ببرنامج. كلمه برنامج يعني ايه؟ يعني مده زمنيه محدده، ان انت هذه المده الزمنيه لا ممكن تطول شويه، تبقى مده اطول. تبقى اطول قد ايه؟ يعني لا ده حسب بقى التفاوضات. يعني ده ما نقدرش واحنا قاعدين نقوله، ده التفاوض اللي هيتم من خلال الجانب المصري مع الجانب الموجود من الصندوق، ان انا والله عندي ضغوط، عندي اشكاليه في داخل الموازنه، عندي عايز اعمل اعاده هيكله للقصه الخاصه بالمحروقات، عندي اعاده هيكله في قصه الدعم، انا النهارده في اجراءات تحول دعم نقدي ولا دعم عيني، كل دي اجراءات، فممكن ازيد من المده الزمنيه بحيث يبقى انا عندي يعني سهوله او تقليل الضغط المتاح حاليا. ان انا في الفتره القادمه متوقع دخل اكبر للدوله المصريه من خلال استثمارات جديده سوف تاتي للدوله المصريه، فيبقى عندي حجم ايرادات اعلى، فبالتالي العجز الموجود في الموازنه العامه يقل، فبالتالي ان الدوله المصريه ما تضغطش على المواطن او الحكومه، ما يبقاش هناك نوع من انواع الضغوط المتاحه حاليا. الصندوق النقد الدولي ايضا قال ان هو مقدر جدا حجم الاعباء اللي موجوده على الاقتصاد المصري بوجود 9 مليون ضيف على اراضيها.
تعتقد ان هذا الامر ممكن؟ يعني ازاي يعني يكون سبب في التفاوض مع صندوق النقد بشان يعني هذه الخريطه الاصلاحيه؟ وجود ضيوف عبد مصر، يمكن مصر يمكن يعني منذ القدم هي السند والدعم لكافه الدول العربيه. النهارده احنا متواجد على الارض المصريه وفقا لاخر احصائيات ووفقا لتصريحات الحكومه حوالي 10 مليون ضيف على الارض المصريه، طبعا بيتحصلوا على كافه الخدمات وكافه السلع الموجوده في الدوله، وبالتالي ده يمثل عبء على الدوله المصريه. طب انا مش هقول هنستخدمها كورقة تفاوض مع الصندوق، ولكن بتوضح انه امام الصندوق ان انا عندي اعباء ماليه، ان انا حتى عشان اعيد هيكله زي هيكله المحروقات فلازم اعيد ما يطلق عليه الكارت. لو نرجع بالذاكره كده، كان في سنه من السنوات بدانا فكره الكارت الخاص بالمحروقات وتوقفت هذه الفكره. طب النهارده انا عندي ال10 مليون دول بيتحصلوا على البنزين، بيتحصلوا على السولار، بيتحصلوا على المحروقات بصفه عامه وعلى كافه السلع بنفس السعر الخاص بها او السعر المقدم للمواطن المصري. لا، انت محتاج النهارده تفصل وتدي اللي هو الضيف الموجود على الارض المصريه الخدمات ولكن بسعرها الرسمي. يعني انا ما ينفعش كحكومه ادعم الضيف الموجود في مصر لكن ادعم المواطن. يعني انا لما اي حد يسافر مننا انا بره في الخارج، ما حدش الحكومه هناك ما بتدعموش، لكن بتدعم اللي هو ابن الدوله. فانت النهارده محتاج ان انت تعيد الصياغه بتاعه المشهد الخاص بالمحروقات، ان انت تعمل الكبت الخاص بيه المحروقات يبقى ده للمواطنين، يبقى ضيوف مصر وايضا اللي هم اعضاء الوفود الدبلوماسيه ايضا ما يحصلوش على الدعم المقدم ليهم. وبالتالي ان انت اعاده الصياغه ده اداه من ادوات اللي انت تقدر تتفاوض بيها. خلي بالك ان حضرتك الاتفاقيه بين اللي مصر موقعه عليها او ايضا اتفاقيه صندوق النقد عامه منذ 1945 حتى الان فيها المواد التي تسمح اذا كانت الدوله التي تتحصل على اقتراض او على تمويلات او على برنامج انمائي داخل الصندوق بتتعرض لمشاكل داخليه، لان انت من حقك تعيد التفاوض مع الصندوق وتجدد هذا التفاوض بمجموعه من الاجراءات بتخفف وطئه البرنامج او تطيل من مده زمنه. ده عظيم جدا. طيب يمكن كان في توجيهات كمان من سياده الرئيس للحكومه بشان مراجعه الاجراءات مع الصندوق، ازاي ده ممكن ياثر على يعني الاوضاع الموجوده في المنطقه بصفه عامه؟ واحنا عارفين ان طبعا الاوضاع اللي موجوده بتؤثر على الاقتصاد المصري وبتؤثر طبعًا على الاقتصاد بصفه عامه في المنطقه العربيه وفي الشرق الاوسط. المراجعه الرابعه لازم هتتضمن جزء التوترات الجيوسياسيه الموجوده في المنطقه وتاثيرها على الاقتصاد المصري. زي ما قلنا احنا مصر تاثرت بشكل كبير جدا، احنا عندنا قناه السويس يمكن فقدت جزء كبير من الدخل الخاص بها، وده للاسف يعني بنتكلم من 5 ل 6 مليار دولار سنويا وده رقم كبير. ايضا بنتحدث عن وجود كثير من الضيوف التي اتت للدوله المصريه اللي كنا لسه بنتكلم عليه من السودان ومن ليبيا ومن سوريا فلسطين ومن العراق ومن اليمن، دول كثيره جدا او مواطنين في هذه الدول العربيه بدات تاتي الى الدوله المصريه وخاصه الاخوه السودانيين. بنتكلم ايضا ودي ايضا وقت الضغط بنتكلم على انخفاض السياحه في المنطقه الموجوده في سيناء، وبالتالي دي ايضا ورقه يعني ضغط حصلت على الاقتصاد المصري في ظل هذه الاوضاع وفي ظل التوترات الجيوسياسيه دي. وايضا النهارده كل يعني الحدود المصريه للاسف كلها فيها يعني نقدر نقول انها ملتهبه، انها فيها مشاكل سواء كان في الجنوب في السودان، سواء كان في الغرب في ليبيا، سواء كان في الشرق في فلسطين. وبالتالي هذه الاحداث الموجوده اثرت تاثير سلبي على الاقتصاد المصري، حتى ان السفن النهارده اللي بتعدي على قناه السويس وعلى البحر المتوسط بدات شركات الشحن العالميه تزيد من يعني كلفه التامين او وثائق التامين على البضائع الموجوده على هذه السفن، نتيجه انها بتدخل في منطقه توترات في منطقه الشرق الاوسط، وبالتالي فحتى التكلفه الخاصه بالبضائع اللي بتاتي للدوله المصريه بدات تزيد تكلفتها. فانت النهارده في ظل هذه الاجراءات لا محتاج تاخد دعم من الصندوق. دعم هنا مش بمعناه ان احنا نتحصل على اموال جديده، ولكن دعم ان انت تعيد المشهد الاقتصادي معاه وتعيد فكره البرنامج الزمني المخصص مع الصندوق في سداد
صحيح. التمويل، وايضا ان انت تتحصل على دفعات اكبر من التي تتحصل عليها حاليا. على اي حال احنا في انتظار يعني المراجعه الاخيره لصندوق النقد الدولي، نتمنى ان هي تكون طبعا بطبيعه الحال في صالح الدوله المصريه، في صالح المواطن المصري. أكيد ايضا شكرا لك دكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه. شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم باقي حلقتنا. خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإنشاء حي باسم الحاجة فرحانة في سيناء وكمان محور في القاهرة تقديرا لمجهوداتها، وتم استعراض قصة كفاح ابنة سيناء الحاجة فرحانة خلال الاحتفالية اللي احنا شفناها. صحيح، على الهاتف معنا الأستاذ عبد المنعم إبراهيم نجل الحاجة فرحانة اللي اتكلم عليها الرئيس امبارح واللي شفنا مقتطفات من أعمالها البطولية خلال حرب السنوات الست أو حرب الاستنزاف كما نعرف. أهلا بك يا أستاذ عبد المنعم. أهلا بك. أهلا بحضرتك. يعني خلينا نتوقف عند عدد من المحطات اللي قامت بيها الحاجة فرحانة، تحديدا إيه أبرز الحاجات اللي عملتها من بداية النكسة لغاية حرب 73؟ حضرتك أبرز الحاجات اللي عملتها إن هي كانت مهمتها توصيل المعلومات السرية، كانت بتتكتب على قماش وبتخبيها في التوب البدوي، وبعدين بتاخد تعليماتها إنها تمشي على طرق يعني محددة معروفة عشان تطلع بيها على مكتب القيادة. بس كان الموضوع كان في يعني مشقة كبيرة، لأنها كانت تمشي على رجليها مسافة تقدر أكثر من 40-50 كيلو، وكانت بتستدل بالنجوم يعني في موضوع التوقيت. أيوه. الحالة الثانية برضو إن هي كانت عدد في حصول خريطة مطار الجورة. ساعدت في حصول إيه؟ صعب مطار الجورة. عملت إيه فندم؟ ساعدت في الحصول على خريطة مطار الجورة. خريطة مطار الجورة، تمام. وصلتها وخبيتها طبعا ووصلت لمكتب القياده كانت في القاهره. دي حاجه عظيمه جدا. قبل ما نبتدي نكمل كلامنا على الحاجه فرحانه، الاول طمنا على صحتها وطمنا على فرحتها بعد التكريم اللي حصل لها امبارح من سياده الرئيس. هو حضرتك والله هي كانت يعني مبسوطه جدا وفرحانه، كان نفسها تحضر ولكن ظروفها الصحيه ربنا يبارك في صحتها وفي عمرها يا رب. يعني سنها يقرب فوق ال 100 يعني، فالعمليه كانت صعبه ما شاء الله. بس احنا كنا عارفين لقاء الرئيس كان هيبقى تلفزيون، فكنا كلنا قاعدين بنسمع، وهي فخوره جدا وخاصه لما سياده الرئيس يعني مهتم بيها وفاكرها، انبسطت جدا، وان هو يعني نشر اطلاق حي في سينا باسمها وفي القاهره برضه، فهي فخوره بده جدا ومبسوطه وسعيده بيه جدا. يعني هي عبرت عن ده، يعني هي ما شاء الله ربنا يديها الصحه طبعا، 105 سنه، هي يعني هي مدركه للقصه، تفاعلت معاها، اتكلمت يعني فاهم. يعني هي يعني ذكرت قالت الحمد لله ما شاء الله. طيب امبارح كانت فرصه حلوه بقى ان انتوا تبقوا قاعدين قدام التلفزيون والحاجه فرحانه تبقى موجوده والاولاد والاحفاد. المشكله ان هي برضو انا عارف اكتر واحد عارف يعني قدراتها الصحيه في الامه واللي قاعده وكده، فمش عظيم عظيم. اتذكرت ايه بقى امبارح وهي كانت قاعده في وسطكم وقاعده في وسط الاولاد والاحفاد، وكانت فرصه انها تحكي وتزرع الانتماء جوه اولادها واحفادها والموجودين، قالت ايه؟ هي قالت نفس النص كده، قالت ان انا رجعوني يعني 40-50 سنه ثاني. يعني افتكرت بقى يعني اللحظات الحلوه اللي مرت بيها ايام ما كانت بتناضل يعني. دايما ليها مقولة شهيرة بتقول لو العمر بتشير إلى اشتري تاني عشان أرجع واخد البلد. يا سلام يا سلام، ربنا يبارك في صحتك. وعلى كده ردود أفعال بقى السيناويين، مشايخ وعواقل وأبناء القبائل السيناوية،
ازاي كانت عامله بعد اولا الاحتفاليه دي، ثانيا بعد تكريم الحاج فاروق؟ حضرتك انا يعني يمكن ما نمتش لحد الساعه دي بالليل من كثره التهاني والتبريكات من الناس وجيراننا القاعدين وسياده المحافظ دكتور خالد مزاور، يعني سمعتنا يعني مبسوط جدا، ويعني وهو ان هو وعد بلقاء يعني الحاج في البيت يعني لايام الشاكين، انا اللي هجيبها بنفسي، فدي حاجه كويسه جدا يعني جدا جدا. يعني هو سياده المحافظ لسه النهارده انا عارف ان هو بيقول لا انا اللي هديها بنفسي في البيت. اكيد اكيد. الحاج عبد المنعم نجل الحاجه فرحانه، يعني احنا سعداء بوجودكم معانا، وبنوصل تحياتنا للحاجه فرحانه المناضله المثال حي للمراه المصريه وللمراه السينويه فعلا، اللي تقدر تسند وقت الصعوبه وتسند وقت الشده. صحيح صحيح. شكرا ليك استاذ عبد المنعم، وبكده خلصت حلقتنا النهارده، نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الموعد. بنصبح عليكم جميعا مره ثانيه، صباح الفل والسعاده والتفاؤل عليكم، وصباح الخير يا مصر.